بدبلوماسية مساء الخير. بالنظر للدولة الأمريكية العميقة أو ما يحكى عن قوة الإستابليشمنت وتكريسها الدولة الأولى في العالم السياسي والعسكري، يتكشف أنها لم تكن جاهزة لاستقبال كارثة صحية تبقيها على هذا التفوق النوعي وتبقيها الجسد المحصن من النكبات، لكنها حافظت على تفوقها، وهذه المرة بحصد العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا، لتبدو العاصمة الأمريكية واشنطن شبيهة بأكثر عواصم العالم حيرة حيال التعاطي مع هذا المرض. هذا الأمر طبعاً ينسحب على كبرى الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ليصبح السؤال حول عمق هذه الدول أساسي، والأهم خط الدفاع الجديد عنها ورسم السياسات الكبرى ما بعد الكورونا. أما ربطاً بلبنان وبالنظر إلى الدولة العميقة فيه، يتكشف أنها عبارة عن قوى من الأحزاب الجماهيرية والسياسية تشارك الدولة في حضورها كقوة تنفيذية. هذه الأحزاب وقبل 17 تشرين الماضي كانت بالنسبة للكثير من اللبنانيين أحد أبرز أسباب سقوط مفهوم الدولة ومؤسساتها، واليوم يبدو أن هذه الأحزاب نفسها هي السند الأول للدولة، فقد وجهت كل خبراتها وكوادرها وإمكاناتها لمواجهة تمدد هذا الفيروس. ولحسن الحظ ربما قد تكون المرة الأولى التي يصبح فيها المفهوم اللبناني للمحاصصة والمناطقية مفيداً للناحية التنظيمية، فهل يمكن استخلاص هذا بعد كل شيء مر؟ بالمقابل بدأ الحديث خصوصاً من جهة المنتفضين عن استغلال هذه الأحزاب للأزمة من أجل إعادة تعويم صورتها التي تشوهت عند جزء منهم بفعل العجز الذي وصلنا إليه. وبالحالتين الأسئلة تفتح على كل الاحتمالات. حزب الله وحركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وغيرها من الأحزاب مستنفرة اليوم للمواجهة، لكن في هذه الأحزاب أيضا من يواجه حكومة حسان دياب التي تحاول على ما يبدو كسر الصورة النمطية لقرارات الحكومات السابقة. ونحن على موعد مع تنفيذ خطة دقيقة لعودة الاغتراب. وإذا كانت هذه الأحزاب مساندة من جهة في هذه الأزمة الكونية، إلا أن حرب التعيينات المصرفية والمالية فتحت العيون نحو إمكانية وقوع المحظور في الزمن الصعب والمتمثل بانسحاب بعض القوى من الحكومة عبر تصويب السهام عليها في أولى مهماتها الشاقة وبداية ظهور نفور بين الرئاسات. بدبلوماسية هذه الليلة مع النائب الدكتور علي المقداد عن حزب الله، وهو عضو كتلة الوفاء للمقاومة، وسيكون معنا عبر سكايب النائب الدكتور بلال العبدالله عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ونائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي. أهلا وسهلا سعادة النائب. شكرا. أهلا وسهلا دكتور علي، ضيفا عزيزا للمرة الأولى. شكرا لك، إن شاء الله بتكون بظروف أفضل. اللي سمحتنا هالفرصة وسمحنا لحالنا أنه نطلع على اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. شرف لنا أستاذ علي. شكرا. خلينا نبلش بالحكومة. ما خليتي شيء يعني يغزل عين عنك، ما خليتي شيء. بدنا نحكي هلأ بكل شيء. يعني طالما أنه عفواً أنا بدي أقطعك، طالما أنه اليوم هو عصر، بقولوا عصر الكورونا، نحكي بالكورونا. لأنه الكورونا اليوم عم تجمع اللبنانيين، مش عم تفرقوا. فوقت اللي بنحكي بالجمع بعدين بصير الحكي بالتفرقة، بصير فراطة يعني. أكيد. فإذا بتسمح يعني إذا تكون هيك. لا، إجراءات الحكومة المتعلقة بالكورونا زبطت. هيك تزبط. طيب، الخطة التي أقرت اليوم جديدة بالنسبة للبنانيين، يمكن أول مرة نحن بنسمع أنه في مبلغ مالي بده ينعطى للناس. أول شيء قراءتك لهذا الموضوع؟ هيدا شيء جديد فعلا وأكيد إيجابي ومرحب، بغض النظر إذا كان مبلغ بكفي ولا ما بكفي. أول شيء هيدا الأموال كيف بدها تتوزع؟ مصدر هيدا المال شو؟ وبعدين منكمل باقي الأمور.
أول شيء الأموال التي ستوزع من قبل الحكومة على المواطنين الأكثر فقراً طبعاً هي مدروسة بشكل كتير كتير جيد. يعني أخذت مع الحكومة ومع الوزارات المعنية ومع الجيش اللبناني قيادة الجيش فترة طويلة مش إجت اعتباطية. في لجان وهي البعض اعترض على اللجان اللي شكلها دولة الرئيس حسان دياب كانت تدرس أكثر من أسبوعين صلت تدرس هذا الموضوع. وأنا يعني بدي أقول أنه شاركت بجزء من هاللجان اللي أعطينا رأينا كواحد بيشتغل بالشأن العام وخصوصا بمناطقنا مناطق اللي بتكون مهمشة كانت قديما وبعدها لا تزال مهمشة وفقيرة. هذا ما إجا قرار اعتباطي مثل ما قرار جلب اللبنانيين المغتربين من برا كمان قرار اعتباطي أو نتيجة ردة فعل. لا، في دراسة كانت علمية طبعا بما تستطيع هذه الدولة الفقيرة، هذه الدولة التي تعاني ما تعاني اقتصاديا من تقديم بعض الخدمات أو بعض الأموال للبنانيين الذين اليوم باتوا. يعني كنا قبل ال 17 تشرين بحالة من الفقر، اجت 17 تشرين واجت الأموال التي نهبت والأموال التي جمدت والأموال التي أقفل عليها، زادت الطين من الطين بلي مثل ما بيقولوا، واجت كورونا كمان زادت أكثر المأساة الاقتصادية. هاي الأموال أنا كنت عم بحكي قبل ما اجي على استوديو وكنت عارف انه حتسأليني هالسؤال، اول سؤال بديه لانه هذا سؤال شاغل كل اللبنانيين. حتى اللي يمكن معه شوية اموال مش قادر يسحبها من البنك كمان شغل له باله. اهم شيء اليوم نحكم العقل ونحكم الضمير اللي كان عند المسؤول او عند المواطن في توزيع هذه الاموال. يعني انا بقول اذا واحد ما عنده دين وما عنده اخلاق وما عنده ضمير فعلا اليوم بنروح للهاوي. كان المسؤول كان بالوزاره او كان بالبلديه او كان اي حدا بده يشترك بتوزيع المساعدات او اي حدا بده يتلقاها. نحن عندنا تجارب سابقه كان في مساعدات، كنا نشوف كيف اللبنانيين اوقات بعض منهم بيكون ميسور وبيتهافت لحتى ياخذ حصه غذائيه او مساعده ماليه من هون ومن هونيك. لا، اليوم فعلا الأموال صح أنه المبلغ قليل، ولكن هذا شعور بالمسؤولية من قبل هذه الحكومة التي فعلا تعمل. أنا هم مش جاي بيض لصفحتها وبيض بيض للحكومة، ولكن أنا أقول كمشاهد، أنا كمراقب، أنا بالنتيجة مواطن عم شوف أداء هذه الحكومة. تصوري أنت لو ما عندنا حكومة اليوم شو كان صار؟ 100% واحد. تصور لو كان عندنا حكومة مش عم تشتغل، أو بمعنى مش عم تفكر مثل ما عم تفكر هالحكومة. بالرغم من كل هذا اللي عم بيصير عم نقدر هاي الحكومة عم تقدر تجتمع وتاخد قرارات، وبعض الأحيان هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبا على أدائها بالنسبة لبعض الأفرقاء اللبنانيين. بعض تحرجهم، يعني قصدك تحرج أداء الحكومة السابقة. أقول تؤثر سلبا حتى ما أقول إحراج، لأنه إحراج هذا حتى ما أقول إحراج، متأثر إنه في واحد يمكن متوقع إنه من هالحكومة شيء وعم يشوف شيء تاني لمصلحة المواطن لمصلحة البلد، فأكيد في ناس يمكن إحراج. هلا نحن موضوع المساعدات هي خطوة أنا بعتبرها جبارة وعظيمة بالرغم من ضائرة المبلغ، يعني 400,000 اليوم إذا بنحسبهم على الدولار نقرشهم ما بيطلعوا شيء، ولكن إذا بتشوفي إنه الفقير اللي ما عم بيقدر يطلع 1,000 ليرة باليوم وتجي 400,000 بالشهر ومش عفات شهر أو شهرين أو ثلاثة يمكن كل هالأزمة، حتحسي إنه نوعا ما حس إنه بده يطعمي لو طعمه خبز وبطاطا لأولاده بيكفوا. طبعا في أكيد مساعدات تانية بالموازات لهذا المبلغ اللي بده يتقدم كمبلغ مالي كمان بده يتقدم. اليوم نحن عم نشهد كمان تكافل اجتماعي غير مسبوق في على كافة الأراضي اللبنانية، غير مسبوق. فمن مال تكافل اجتماعي والتضامن كان عصب الضيعة ولا بالحي ولا بالمدينة ولا بوين مكان، والمساعدات اللي عم تأتي من الحكومة مع المساعدات الغذائية، يعني ما عم أقول حتخلي هالمواطن يصير وين يعيش بالجنة لا، ولكن في بلد منكوب اقتصادية مثل لبنان عم نشوف هالشي، هذا شيء كتير منيح.
وهون أنا بدي أقول هذه خطوة عظيمة وجيدة، وبدي هني الحكومة على الخطوة هذه. نعم دكتور علي، بس حتى نبقى بهيدي النقطة. عفوا أما الأموال حتى عفوا بركي يكون هيدا متعلق فيها. تسليمها للجيش أو الجيش يسلمها هي نقطة لوضع هيدا يعني الأمان حيال هذه المبادرة. الجهة اللي بدها توزعها هي الجيش اللبناني حسب ما فهمنا، وكيف؟ شوف الوزارات غير قادرة، يعني الفريق اللي بده يتولى هذا الشيء غير قادر. يعني خدي وزارة الداخلية، البلدية قادرة إنه هي لوحدها تعرف بكل بين محسوبيات وبين فلان وبين علان، أو حتى الكادر البشري بيشتغل بالبلدية تنظيميا عم بيحكي ولوجستيا على الأرض ما قادر. تجي للأحزاب، الأحزاب مش مخولة، الأحزاب هي اليوم هلا بنوصل لها، هي اليوم هي عم بتآزر وتساعد الدولة في خصوصا هلا في مكافحة الكورونا أو عم بتساعد الدولة بشغلات كثيرة. ولكن اليوم الجهة الوحيدة التي لها الحق أن توزع هذه المساعدات هي الدولة. الأحزاب بتساعد بكادر بشري، بتساعد بالبلديات، بتساعد بالأحياء، بتساعد باللجان الاجتماعية، بتساعد بالجمعيات، بتساعد. أما أنه تجي نقول أنه خذي حزب خذي هالمبلغ ووزعي، هذا صعب كتير. أصلا ما لازم بالقانون وبالدستور ما لازم يصير. أما إذا إجا حزب لحاله قال يا أخي أنا كمان بدي ساعد، مشكور. يعني إذا إجا قال أي حزب أو أي حركة أو أي جمعية أنا فوق هالمساعدات بدي زيد بطريقة ما، ولكن كمان بدها تكون بطريقة مدروسة مش عشوائية. ليش لا؟ الجيش هون دور شو الجيش؟ وقت حكينا عن المساعدات الغذائية كان الجيش هو الجهة الأنسب لكي يشتري هذه المواد ويوزعها. هم في سمسرة بصير؟ مع احترامنا لكل التجار ومع احترامنا لكل العالم ولكل الإدارات ولكل المسؤولين بالجيش في طبعا الثقة بالجيش في نظام في ثقة فبيجي بروح بيشتري جيش. طبعا عنده فريق، بتعرف عنده فريق، عنده عدد الحمد لله كافي ووافي انه قادر هو يشتري، قادر يوزع بطريقة يعني خلينا بدون استنسابية. يعني طبعا في لوائح من وزارة الشؤون وفي لوائح من البلديات، في لوائح من الأحزاب كمان. وأما على صعيدنا نحن عملنا لوائح قرناها مع لوائح وزارة الشؤون تقريبا عملنا كروس ماتشين لقيناها تقريبا متطابقة. هلأ زادت آخر فترة لأنه بسبب الكورونا وبسبب الإقفال زادت شوي، أما أنه في تطابق كتير بلوائحنا ولوائح وزارة الشؤون. فنحن اللي عم نقوله الجيش نعم هو الجهة الوحيدة القادرة على أن يضبط هذا الوضع، يوزع المساعدات بطريقة تكون بدون استنسابية لفلان، بدون واسطة من هون، بدون لو كانت مساعدة غذائية بسيطة بس بالنتيجة. على كل حال تسليمها للجيش هو بيشبه حال الطوارئ اللي هو أصلا الجيش مكلف فيها، والجهة الوحيدة أصلا اللي فيها تتنقل حتى بالسلامة العامة. يلي منفهمه أنه في لوائح ربما من وزارة الشؤون الاجتماعية من الأحزاب ومن البلديات تسلم للجيش وهو يتصرف على أساسها. بالضبط. جيد. طيب بموضوع الاغتراب، وبدنا نحكي عن كلام السيد حسن نصر الله بهذا الإطار، وهو شدد كثيرا وقال أنه كل ما بكرنا كل ما هذا الأمر إيجابي أكثر. ولكن أكيد عم تسمع خوف الناس أنه نحن ممكن نرجع لورا وعملنا إنجاز وقعدنا بالبيوت بدنا نرجع نقعد بعد أكثر، وهذا مرعب صراحة. وكمان نحن بنعرف انه في هذا البلد ممكن يصير فيه ايضا محسوبيات وواسطات على كل شيء، انه يقطع بدي اقولها بصراحه انه يقطع احد رجال الاعمال مثلا المؤثرين، انه انا لا ما بدي اقعد بالحجر، ما بدي اقعد بهيدي الظروف، بليز انا بروح على بيتي. باكد لكم انه انا رح اعمل اجراءات، وهنيك ما بنعرف شو بصير. طيب نحن كيف بدنا نلحق العالم على بيوتها؟ كثير مهم تفضلي فيه. نحن اليوم باجتماع مجلس الوزراء اخذت القرار انه بأي مواطن لبناني يرغب، أي مغترب طالب رجل أعمال شو ما كان، أي لبناني برات لبنان بده يرغب يجي على لبنان أهلا وسهلا فيه. ولكن في شروط. شروط هي أولا أنه وقت اللي بده يطلع من بيته من البلد اللي هو فيه بده يعرف انه هو جاي مش جاي على نزهه على لبنان، لا حتى يشوف اهله ولا حتى يعمل سياحه. مين ما كان يكون. هلا اذا انا متمول كبير وعندي هون ببيروت فيلا او بجبل فيلا او هون بنايه، وجيت من هونيك وانا عامل فحص PCR وفحص الكورونا وما عندي اي عوارض،
بمضي على استمارة. استمارة مش استمارة كيف من كان، هالاستمارة في تعهد. أي إنسان أي واحد مثل ما قلت كان معه، كان غني والكان جنرال كبير ولا جنت صغير، هذا بده يروح على بقول أنا بدي أقعد بالفيلا عندي، ولكن حجر 14 يوم. وفي حال رحنا شفنا أنه هذا الشخص طلع من بيته أو استقبل ناس عنده بالبيت، هذا ساعتها سيكون يشهر قدام الإعلام. أنتوا هلأ دوركم اليوم فلان فلان عمل كذا وكذا وكذا وفي غرامة، في غرامة. هلأ هو مش هتفرق معه الغرامة المادية، ولكن بدأ تفرق معه أنه أنت عم بتسبب، أنت يا مواطن جاي إذا نعرف أنت عارف أنه ما عندك شيء، ولكن في 14 يوم بدك تكون فيهم بالحجر مين ما كنت تكون. فما تجيب هالخطر لأهلك، ويمكن يجيب خطر لبيتك، يمكن يجيب خطر لعائلتك، لبيك، لأمك. فخليك التزم بال 14 يوم. هلا إذا ما فيك تتحمل هال 14 يوم خليك هونيك. إذا أنا كنت هيك ما عم بقول معي، ولكن في عندي مشكلة، طلع عندي البي سي آر بوزيتيف، طلع عندي فحص الدم، فيه إجي على لبنان طبعا ضمن الإجراءات المتبعة الصحية والطبية ووا، وصل هوني بدي روح على محل في حجر صحي. ما بروح على البيت أو على الفيلا، ويبقى تحت المراقبة 14 يوم، بينعاد الفحص مرة اثنين، بيتراقب حالته الصحية يوميا يمكن مرتين بالنهار. ما في عوارض؟ إذا ما في عوارض، إذا ما في عوارض بس هو بوزيتيف، ساعتها تعال نشوف من رابك 14 يوم، من يد الفحص ثلاث مرات خلال هال 14 يوم، بعد 14 يوم عدنا الفحص لأن البي سي آر صار نيجاتيف، صار سلبي، بنقول ساعتها فيك تكون طبعا بعد الاحتياطات في يخرج من الحظر. أما إذا بده يجي حدا عنده عوارض في لهم وضع خاص، بيجوا بطيارة خاصة، بيجمعوا مع بعضهم، يعني كلهم بيجوا بطيارة، كل اللي مش حيجي كتير يعني حسب ما في مشكلة أخرى بنا تحدث عنها، ساعتها بيروح على المستشفى. هذا الثالث واحد ليش عم أقول أنا قسمتهم لثلاث أجزاء، ثلاث أنواع من المرض، من الناس اللي بدهم يجوا. واحد جاي ما عنده شيء بيروح بس ضمن حجر منزلي تحت مراقبة شديدة، واحد عنده بي سي آر بوزيتيف ما عنده عوارض ما بيروح أبداً بيروح على البيت، ما بيروح على البيت أبداً. ثالث شيء اللي عنده عوارض أو بده مستشفى بيروح على المستشفى. نعم، في مشكلة أخرى دكتور علي إنه بس عفوا لأنه هذه قبل ما أنساها لأنه كتير مهمة. أكيد عبكرة حتيجي الطيارة بخمس الشهر، حيجي واحد ما عنده شيء، يجي ما بتجي العائلة كلها بتستقبله على المطار، بده يجي شخص واحد، شخص واحد بياخده بالسيارة، إن شاء الله يكون عنده 100 سيارة بالبيت، وإن شاء الله يكون عنده 100 ولد ناطرينه، تيجي واحد بيشتغل. هلا إذا كانوا نقول 10 15 نفس الضيعة وجاي نفس الطيارة وما عندهم شيء، بيجي واحد بيجيب بولمان باص صغير كذا سيارة بياخذهم واحد. حتى كمان هذا فكرنا فيه بالبولمان بيتقعدوا طبعا يعني بعد شوي عن بعضهم، بس كونوا انه هو نجيب نفس الطياره كانوا أكيد. يعني فبيجي هودي بيروحوا على بيوتهم اذا نفس الضيعه او نفس الحي او نفس المدينه، حتى ما يصير في روحات ومجات، يعني حتى ما نعرض 15 كمان ياخذوهم. يعني اذا نفس المحل عايشين نفس البلد بيجوا واحد وبياخذ 15، ولكن اذا هو وحده بده يروح على بيته لوحده او بده يروح على الحجر لوحده بيجي واحد بس بالسيارة بياخده. هاي حبيت أقولها لأنه هيدي كتير مهمة ولازم يعرفوها أخواننا وأهلنا اللي بدهم يجوا من برا. طيب هيدي الإجراءات تنفيذيا على الأرض الواقع وعلى أرض المطار، من الجهة التي تراقب هذا؟ أول شيء وزارة الصحة بدها حدا يتعاون معها، من الجهة حتكون؟ الجيش، الأمن العام، القوى الأمن الداخلي، من؟ كل القوى الأمنية بدها تشارك، يعني الأمن العام بده يشارك، القرارات من الوزارة، الأمن العام بده يشارك، الدرك، القوى الأمنية التامة بده يشاركوا، الجيش كمان في حال إذا في المخابرات بدها تشارك. هلا المخابرات فرجيش كتير كمان مشكورين هون كتير عم يساعدونا بقصة التعقب والتقصي والحالات اللي ممكن تكون أو مشتبه فيها. كل الأجهزة الأمنية بدها تشارك، البلديات وتوصل لهونيك صارت مسؤولية البلدية، يعني أنا رحت ضيعتي هون بلدية هي صارت مسؤولة عني، بينبعت للبلدية فاكس أو بينبعت لائحة إنه إجا لعندك يا رئيس البلدية فلان وفلان وفلان، مسؤوليتك اليوم تعطينا رابور عن كل واحد طلع من بيته، ما طلع من بيته، من إجا لعنده، من راح من عنده. يعني اليوم هيدي بدنا نكون عمل كل مؤسسات الدولة تشتغل بهذا الموضوع،
واكيد الناس هو الاساس يعني بدها تكون هي الخفير، كل انسان بده يكون خفير اليوم. وقصه الضمير مثل ما بلشت الحديث، سعادتك في مشكله وهي انه نحن اذا فتحنا مطاراتنا بس في دول مسكره مطارها، هيدا شو وضعه؟ نحكى مع بعض الدول اللي انا حسب ما عرفت من الخارجيه انه اذا في اليوم دوله مسكره مطارها وفي لبنانيين بدهم يجوا، صار في تواصل مع حكومات هالدول انه تفتح بس مثل اي دول، لانه اذا في مشاهدين عم يسمعوا خلينا خلينا نقول بايطاليا، أوكي. ايطاليا، باسبانيا، بفرنسا، بانجلترا، بعتقد كمان هذه مش متاكد منها، كنت قبل شوي عم بحكي اذا في بعض دول مثل اوكرانيا وبيلاروسيا كمان كان عم ينحكى بهذا الموضوع، وفي اكيد دول افريقيه لحد هلا بعد ما سكرت دول افريقيه، واكثر شيء بدهم يجوا من الجاليه اللبنانيه هن من هونيك اكثر، يعني هلا بدهم نسبه المغتربين رح يكونوا من افريقيا اكثر. طيب خلينا ننتقل على الاجراءات يلي الاحزاب تساند الدولة فيها اليوم، ونحن مثل ما بلشنا الحديث انه هيدا الاحزاب عليها اصلا كتير علامات استفهام، ولكن اليوم بيّن دورة الإيجابي في العمل الأهلي إذا صح التعبير، وبنفس الوقت نظهرت أمور كتير تحسب بعدين سياسيا ومناطقيا. حزب الله عامل أكبر تعبئة، أكبر جهوزية، لأنه يملك الأكثر إمكانات بطبيعة الحال. من الأساس نحن عاملين هيدي، بس بوقت من الأوقات يعني لما ينظر الواحد لهيدا الأمر في حديث صار يطلع أنه هذا الحزب أقوى من الدولة، هذا الحزب منظم كتير، بعدين وكأنه جاهز لأي أزمة، أنه أنتوا عم توضعوا حالكم أمام هذا الأمر. طبعا بمسألة الكورونا هيدا أصلا ما بينسأل السؤال، ولكن أنتوا بعد الكورونا رح تنسألوا كتير أسئلة على هذه الجهوزية وعلى هذه الدولة ضمن الدولة. بالعكس ما في مشكلة، نحن إن الشرف أنه اليوم نكون مع الدولة على جنب الدولة في حربنا ضد هذا الفيروس المسمى الكوفيد 19. مش هقرب من الجواب، ولكن بعد ما احكي لا شوي بس انا بهمني سؤال معين، انتم بتملكوا امكانات اكثر مما ما في بمستشفى رفيق الحريري مثلا، اجهزه التنفس، صلح لي معلوماتي، عندكم اجهزه تنفس اكثر من الدوله؟ خليني اقول هون بس بوضح شيء لحتى ما نقول مين بيملك اكثر، نحن مش عم نتنافس هون، لا ما عم نتنافس، بس بدنا نعرف. خليني اقول بس المساعدة. انا بس خليني اقول انا شو في عند الحزب أو بالأحرى بالأجهزة الطبية والصحية عند الحزب، لتعرفي أنه نحن بالنتيجة هذا مش كنا حاسبين بده يصير كورونا، ولكن كان عطول نحن بحالة حرب، حالة حرب مش مع الكورونا، نحن ليش نحن قاعدين عايشين بأمان نحن بلبنان؟ نحن لولا ما عنا هالجهاز هذا، عم بحكي الصحي، كان يمكن العدو الإسرائيلي كان من زمان فكر مية تفكير، من زمان كمية تفكير انه يعتدي علينا. بدي اقول نحن عندنا الهيئه الصحيه الاسلاميه والرعايه والدفاع المدني التابع للمقاومه الاسلاميه، هذا جهاز بحد ذاته مش بالسر، كل العالم تعرف مؤسساته موجوده، مثلا مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى سان جورج اللي تابع للرسول، المستشفى دار الحكمه، المستشفى البتول، المستشفى كمان هذا الشقراء، هيدي مؤسسات تابعه الحزب، هو عم بيدير الحزب عم بيكون مشرف عليها مع سلسله من المراكز الرعايه الصحيه موجوده بكل لبنان، يعني من شماله لجنوبه ولا لشرقه ولا غربه، بتنعاد تقريبا شيء بالضبط ما عندي رقم بس بالخمسينات، وهودي عندهم بيستقبلوا يومية بدي أقول في مراكز تستقبل مئات المرضى. يعني هودي مش هلا عملناهم، مش هلا زمن الكورونا. وبدي أقول أكثر من هيك، إنه عطول نحن في عنا بالإضافة لهذا الفريق، هذا الكادر الطبي مكون من أطباء، من ممرضين، من مسعفين كمان. بس أنتوا حكيتوا عن 20,000. إيه بحاول لك، أكثر من 20,000، أكثر من 20,000 حتى. 24,500 هودي بين طبيب، بين ممرض، بين ممرض وبين طبيب، ولازم لبنان كله يشوف حاله في هذا الموضوع طبعا. بين طبيب وبين ممرض وبين مسعف وبين معاون صحي وبين كل شيء بيجي كمان باراميديكال، يعني ممكن يكون موجود بهذا الفريق. عندنا بالضبط، حتى انا اعطيك الرقم المضبوط، عندنا 1500 طبيب
عندنا 3000 ممرض ومسعف هلا بهالمعركه الكورونا. حطوا يمكن اكثر بس هودي اللي انوضعوا بتصرف الكورونا. بتصرف الكورونا عندنا 1000 عندنا عفوا 5000 كادر خدماتي. صح انا بعطيكي ارقام دقيقه يعني مش يمكن هالقد او يمكن اقل او اكثر لا بالضبط. وعندنا 15000 كادر خدماتي ميداني هو زيدي عليهم يعني هو بيطلعوا 24500 زيدي عليهم انه من اول ما بلشت الكورونا اخذت بعض الكادرات اخذت عاتقها انه تدرب ناس تدربوا ناس بكيف بدهم يتعاطوا كان بالمستشفى ولا بالحي ولا بالسوبر ماركت ولا لانه نحن عندنا عم بتقوموا بالتوعيه ايضا. نحن عندنا هذا الموضوع قبل الكورونا شغلنا الشاغل اللي هو سلامه الغذاء. نحن عندنا فريق كبير على مساحة كل لبنان بيشتغل بسلامة الغذاء من 2008 2012 بلشنا رسميا وصار في عندنا أكثر من 6000 أو 7000 منشأة تجارية غذائية كلها عم تتراقب بسلامة ببرنامج سلامة الغذاء. هاو مدربين هاو ما بدهم شيء هاو بس بدهم تقولوا إنه زيادة نقزة صغيرة مثل ما بيقولوا لحتى يعرف يتعامل مع الكورونا. يعني عندهم الباز عندهم الباكراوند العلمية المضبوطة لحتى يعرف يتعاملوا مع أي يعني طارئ. عندكم قوات الطوارئ وعندكم الاحتياط والاحتياطي زي ما نقولها. فهذا الموضوع كتير ريحنا وقت اللي عرفنا أنه أبو الأحرى بلشنا بين 2022 بالكورونا. ما تفاجأنا بالموضوع دول كانت كل العالم ناطرة مستنفرة على أهل الاستعداد لحتى تواجه هذا. وعلى فكرة وهم بدي شير المشكله انه حلو ما حلو واحد يحكي عن حاله بس للاسف بدنا نحكي احنا عندنا استفسارات بدنا نعرف بس بدي اقول لك شغله يعني انه ما خبر انه هودي اللي اجوا من اللي اجوا من طائره ايران اول ما اجوا ب 20/2/2020 هذا التاريخ اللي جاب لنا اول حاله كورونا على لبنان. طيب تخيلي انت اجا كم طياره 6 طيارات 7 طيارات من ثلاثة هؤلاء الزوار اللي كانوا موجودين والطلاب كانوا بتعرف بإيران في طلاب كتير لبنانيين. تصوري هؤلاء لو من أول يوم متروكين على غاربهم. يعني هلأ نحن عم نعمل خطة بالحكومة إنه هؤلاء بده يجوا من برا بدنا نعمل هيك هيك بس نحن عم نحكي أول يوم كان بعد ما حدا سامع بشيء اسمه كورونا. هؤلاء تراقبوا بواسطة اللجان عم بحكي عنها هالكوادر من أول يوم. طبعا بالتنسيق مع وزارة الصحة وهم بدي أقول في دور كبير لوزارة الصحة لأنه كان سهراني مع الفريق اللي موجود بوزارة الصحة على قلة عدده كان عم يشتغل ليل نهار بالتنسيق معه. عرفنا كل واحد وقت راعى بيته كيف ممنوع يظهر من بيته بالتمني بالتليفون بالطلب. تصور أنه هالألف ألفين شخص ما بعرف بالضبط الرقم راحوا هودي انتشروا في لبنان بقاع الأرض. كم كنا حالي صرنا اليوم. إذا جينا جبنا هلأ الدراسة وشفنا الأعداد قديش أصيب يعني من احتكاك صار مع هؤلاء الذين أتوا من جمهورية الإسلامية الإيران قديش 17 وقديش إجا أكثر من 2000. فإذا كان في مش بس مراقبة شديدة كان في فعلا التزام شديد من قبل الذين أتوا من هونيك بالحجر الصحي المنزلي. هو ما راحوا حجر صحي بفنادق أو حدا سكر عليهم. هذا كان في حجر صحي منزلي. وقتها من رقبهم؟ ما كانت الدولة بعد جهزة بقى كنا عم ننسق يعني مع الوزارة هيدي المراقبة كلها صارت من وزارة الصحة أنا بالوزارة بالتنسيق معنا. يعني أنا مثل ما يقال كان في كوادر من حزب الله على متن هذه الطائرات وبالآخر أنتوا يمكن راقبتوه. لا 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 كان في ما هو كان مستشار وزير الصحة كان على الطيارة وشاف وقت اجوا الطيارة أول طيارة بعشرين اثنين الساعة 9 مساء كان مستشار وزير الصحة دكتور ياطف عبد الله كان هونيك وكان عارف إنه في شيء بإيران فمشان هيك أخذ الاحتياطات. نعم وهون إن شرف نقول إنه فخر إنه إيه نعم من أول يوم أنا أشهد على هذا الكلام لأنه كنت أنا بالوزارة مع وزير الصحة عندما حطت الطائرة على أرض البطار. ومن ساعتها الساعة 9 بالليل بلشت الإجراءات تأخذها وزارة الصحة. 9:10 بالليل 11 بالليل بنفس الليل اتخذ الإجراءات. طبعا ما الوزارة ما عندها الكادر البشري الكبير لحتى يغطي مساحة لبنان كله فاستعان بأكيد من وقتها الحزب بلش فرض خدماته. إجا كلام سمحت السيد بعد منا سمحت لأمين عام وأعطى يعني خليني أقول دفع قوي جدا
لهذا الموضوع، لأنه اعتبر أكيد هذا حرب، اعتبر أنه هذا حرب ضد هذا العدو الذي يسمى الكورونا. إذا بدنا نستخلص دكتور علي وضع لبنان بالسياسة وحتى بالرؤية وبالقراءة، يتبين أنه بلدان العالم الأخرى من عاملة هالجهوزية لأنها ليست بلد أزمات، بينما لبنان لأنه بلد أزمات تأقلم واستطاع أنه يعتبر أنه نحن عم نعيشه عادي، نحن أصلا عم نعيشه كل يوم. وكمان في جزء من اللبنانية كانوا من أيام الحراك، كمان ما كانت الطرقات يعني كتير مسهلة ولا كانت في حركة، حتى غلاء الأسعار كمان صاروا يعني أكيد هو منه عادي، ولكن للأسف صار في تعود. يعني بلد الأزمات لبنان خلينا أنه نحن نتحمل أكثر ما يجري، وحتى يعني حزب الله لأنه كمان عايش أزمات، وما بعرف قدي كان صار في خبرة لديكم بعد الحرب السورية كان بالتمريض وغير التمريض. هذا بدي أقوله كمان، يعني شوف نحن مرقنا بأزمات، لو لبنان مثل سويسرا لنقول كان عايش ما في حوالي حدا، ما في عدو إسرائيلي من هون وعدو تكفيري من هون، وكان في دولة مركزية عاملة تجهيزات صحية في كل مناطق، ما بتفرق بين هالمنطقة وهالمنطقة، والمراكز الاستشفاء موجودة على مساحة كل لبنان، ليش بده يجي حزب الله يعمل هون؟ لا، ليش بده يجي يكون عنده 2000-3000 بس بالهيئة الصحية هودي بيشتغلوا بين تمريض وبين طبيب؟ لا مزبوط ولا لا؟ يعني خلينا نسأل هذا السؤال، إذا لو أنه مأمن الطبيبة لكل مواطن مثل ما مأمن بهالدول اللي يعني تتضى بتحكي عنها، مش بده كان يكلف حاله هالقد، كان بتروح هالأموال يمكن لشيء المشاريع تانية تنموية أكثر. فما تستقل هذا الموضوع، اليوم برهن أنه الموضوع الصحي هو مش سهل، ما تستقل أنه في أعداد كبيرة ألاف مؤلفة من الناس من اللبنانيين كانوا عم يتابعوا عبر الهيئة الصحية، عبر الرعاية الاجتماعية تبع عبر الرعاية الصحية تبع الهيئة الصحية. ما هودي كمان بدي أنا أسأل سؤال، كيف كانت الدولة قادرة أنه تتحمل هالعبء الكبير الصحي لو ما في هيك مراكز وهيك مستشفيات؟ يعني هون دور يعني الأحزاب اليوم إذا فينا نحكي عنه إيجابي ولا ما رح هلا برايك دايماً، بعد في ولكن عم نسبق الدوله برايك شو انه بعد في بعد في اكثر ايجابي الدولة. انا بدي اقول انه الدوله لو ان هي عامله عن شغلها ما كان في دول داعي، بس هون قديش بعد في اكثر من هيك ايجابيه ما بقى في، بس ولا دوله بين انه شغلها قادر يتحمل هيك ازمه. ايه بهذا اللي عم اقوله، هذا اللي عم اقوله، انه لو الدوله الاساس عامله هالشيء هذا كان يمكن مساعده بعض الناس، بس اليوم مثل ما امريكا خدت امريكا وخدت ايطاليا، انا تقريبا تواصل يومي مع زملائي كان بايطاليا او بفرنسا بيحكوا مجازر عم بتصير صحيح الموضوع الصحي. نحن اليوم ان شاء الله نبقى هيك بهالوتيره التصاعديه البسيطه جدا اللي عم بيطلع فيها الكورونا، الاعداد اللي عم بيطلعوا بوزيتيف بي سي ار، وان شاء الله بنكون مأمنين لدرجه كبيره انه نتخطى هالمرحله ونربح هالحرب وننتصر فيها. دكتور علي، في قوى سياسيه اساسيه في هذا البلد مثل القوات اللبنانيه مثل حزب الكتائب، ببداية الأزمة ما كانوا راضين عن هبوط هذه الطائرات من إيران على أساس أنه هي قادمة من بلد موبوء، وهذا طبيعي كلنا كنا خايفين. اليوم هذه المواقف عدلت، صار في تواصل بين القوى واللجان النيابية، طبعا أونلاين هلأ صارت اللجان النيابية، صار في تواصل أو بعض المعاتبة بمكان ما، لأنه هذا الشيء عمل جدل حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ليش ببعض الفئات الاجتماعية وبعض المناطق، أنه ليش قمتوا علينا وقت اللي تعلق الأمر ببعض المغتربين الذين يسكنون في مناطقكم، وهذا الكلام كله مش حلو. صار الموضوع منطقي وطبيعي وحق للبناني أن يعود، ولا أكبر دليل هلأ أن حق للبناني أن يعود عم نجيبه. إيه نعم صار. مع مين تواصلتوا؟ مين حكيت؟ ونحن لجنة الصحة النيابية اللي اجتمعنا، اللجنة الوحيدة اللي اجتمعت، وحتى مش على مش فيديو مش ايه مش فيديو كولز، اجتمعنا بوزارة الصحة مرتين ثلاثة بحضور انا بقول السيد الوزير ارقاب شوية بحضور السيد الوزير الصحة، و كان في هذا الحكي اللي عم تفضلي فيه هلا انطرى على الطاوله، وانا كان عندي شو كان الرد؟ هذا اللي حكيتهم هلا، هذا انه اول ما عرفنا انه في طياره جاي من جبل ثابت انه جاي، وحكى
وكان منيح اللي كان مستشار وزير الصحة على الطيارة وقال وعمل هالأشياء هذا. بس في ناس اجوا قبل 20/2 اجوا 15/2 ومحكوا. الجرأة هون انه انت حكيتي وتصديتي، والجرأة هون بالشفافية اللي كانت موجودة بعمل كان وزارة الصحة او بعمل حزب الله. هاي جرأة، معلش خلينا نحكيها بكل صراحة. أنا ما عم بتهم حدا أنه منو جريء، ما عم بتهم حدا أنه خبى، يمكن كانوا ما يعرفوا. بس من أول ما وصلت الطيارة أن أعلن أنه الأخت تغريد صقر مصابة بكذا كذا كذا وراحت على الحجر وعلى المستشفى وصار في حجر 14 يوم أو أكثر منه، طلعت هلأ الحمد لله على سلامتها. فكان في جرأة وشفافية. طلع كتير حكي، أنا إذا بدي أقول لك قديش طلع يمكن ما بكون وصلوك، طلع كتير. مستشفى الرسول الأعظم مليانة، مستشفى الرسول الأعظم أقفلت وجه المرضى العاديين، مستشفى الرسول الأعظم تعالج قادة بعض القادة ما بعرف مين، مستشفى الشخصيات الحزبية كذا. أنا كنت كل يوم أضحك أنا بالمستشفى أقول يا عمي أنا كل يوم بالمستشفى، طب كيف أمزح مع المدير أقول له عن جد إنه بلكي نحن عم بمزح، ما في ولا حالة. بعدين ليش أنت بدك تجي تحطي تخلي مستشفى أو تسكري مستشفى وتمنعي الطبيبة عن ملايين الناس اللي بيعوزوا يوميا في عشرات الآلاف بيعوزوا طبيبة، هذا بده قلب مفتوح هذا بده تكريها، وأنت في عندك محل تاني بعده جاهز لاستقبال الكثير من المرضى، يعني بعده شاغر مستشفى رفيق الحرير في عندهم كتير. لا يعني هذا سؤال منطقي أنه يعني إذا واحد أصيب بالكورونا يعني هاي عيب، هاي عيب. وهون قبل ما انسى بدي حيي مواطن اسمه زياد دشاشي من صيدا، من حيي كمان بدي حييه هلا. كان طلع قال لهم انا كان عندي كذا كذا كذا، هلا اليوم عم بقرا هلا على الواتساب بدي حييه انه اي واحد سلم علي احتكيت فيه رح يعمل الفحص. شوفي قديش هذا بدي حييه، ما بعرفه انا أمين. امين وهذا حريص على الناس. وهم تجي المسؤولية. طلع قال لهم أنا فلان الفلاني اسمي زياد بشاش وأنا بدي أقول اسمه لأنه هو قال، هو حط اسمه على وقال أنا فلان الفلاني، إذا أي واحد احتكيت فيه سلمت عليه يروح يعمل الفحص. ليش بده واحد يخبي؟ ما أنت وقت عم بتخبي هيك شيء عم تضري مش واحد واثنين، عم تضري مجتمع بأسره، عم تضري أهلك وأولادك وبيتك. في نسبة وعي كمان في المجتمع اللبناني. فهون هذا الافتراءات اللي صارت يعني هون كانت عن جد مؤذية. هلا وقت اللي وضحنا الموضوع مرة واثنين بتعرفي كل شيء بيطلع أول شيء، بعدين آخر شيء التوضيح هادئ بدون نقاش. قلنا وخرجيناهم ما بعرف إذا أنت يمكن ما كان بدك تجاوب، بس فكرة الرفض أنه تنزل السيارات في ذلك الوقت واليوم صارت حق أنه تنزل السيارات. هيدا هو السؤال الذي يتعلق ببعض المناكفات السياسية، لأنه في ذلك الوقت أخذ أنه هو هيدا موقف سياسي تجاه حزب الله ووزارة الصحة. نحن أخذنا قرار أن ندخل بالنقاش، طلع سماحة الأمين العام سماحة سيد الله يحفظه وقال ما تفوت ما بدنا نفوت، بس بكرة أيام جاية وتثبت مدى صحة الشغلنا اللي عملناه. أنا بدي أسأل سؤال، كم طيارة لحد هلأ لغاية اليوم بعدها بتروح على دول وبتغط بدول وهي هالدول جاي هاي الطيارة جاي من منطقة موبوعة لحد هلأ؟ بعد في يعني بعد في دول بتروح لها. فكانت بعد أول حالة واتخذت الإجراءات، وتاني الطيارة اتخذت الإجراءات. وأكبر دليل على صحة ما قمنا به أو قامت به الدولة اللبنانية أنه عندنا بس 17 حالة فقط نتيجة الاحتكاك والتخالط أصيبوا الحمد لله أغلبهم كانوا صاروا منيح. 17 من أصل قديه؟ من أصل 500 حالة 436 حالة. بينما اجوا ناس كانوا عم يعملوا سياحه ومن الروان وما بعرف شو، اجوا من محلات تانية وما خبروا وشوفوا شو صار. طيب هلا انا ما بحب احكي مناطقيا، بس اكثر الزوار منين كانوا؟ من وين؟ يعني اكثر الزوار ولا اكثر المعارف؟ الزوار لا الزوار كانوا بالجمهوريه الاسلاميه بايران. وين؟ يعني من الضاحيه بعد بكل هرمي جنوب مش هيك؟ هلا بعد شوي بدنا نشوف شو عندكم، لانه الملف الذي يتعلق فيه كنائب يعني بدنا نعرف شو في عندكم ببعد بك. بس بدي اخذ بليز زميلك دكتور بلال عبد الله كمان عن الحزب الصحه كمان عن الحزب بيعرف. التقدمي الاشتراكي مساء الخير. بس بدي اخذ بليز زميلك دكتور بلال عبد الله عن الحزب التقدمي الاشتراكي مساء الخير. مساء الخير
ست رزانة، مساء الخير الزميل العزيز دكتور علي. أهلا مساء النور. مساء الخير لمشاهدينا. مساء النور، كيفك بالحجر بالأول؟ مش بالحجر، بالقعدة بالبيت. والله للأسف ماني ملتزم كليا. منك ملتزم؟ طبيب. صحيح، وقت الطوارئ يعني أنتو الجنود في هذه المعركة. خلينا في عنا طوارئ طبية وعنا طوارئ جنبلاطية. طوارئ جنبلاطية يعني التعليمات أنه تستنفروا بالكامل حسب ما عرفنا. على كل حال أكيد هي وجبتنا الوطنية من السياسية. نعم، لن أترك أهلي وناسي في هذه الأزمة ولو حتى اضطررت إلى بيع المختارة وكل ما أملك. هذه هي تعليماتكم في الجبل والحزب التقدم الاشتراكي. أنا بلشت بحزب الله وأنتم بخطين مختلفين يعني بكتير أمور خاصة بالسياسة، ولكن في هذه المعركة كل الأحزاب أكثر من كورونا في شباب كمان مشتركة وأكثر من غير اللجنة الصحية فيه. أنا وياه باللجنة، اسألي باللجنة كيف نحن. دكتور بلال، في طبعا دور للحزب التقدم الاشتراكي مثل كل الأحزاب وعم بيكون فعال، إلى أي مدى عم بتحسوا أنه في نشر للطمأنينة بمكان ما في المناطق التي عم تشتغلوا فيها ويمكن تكون أبعد من الجبل وغيره؟ أنت حضرتك بتصلحنا وبتخلينا نعرف أكثر، شو قد ناجحة، قد في التزام؟ يعني نحاول قدر الإمكان أن نتكامل مع سياسة الدولة وسياسة الحكومة وسياسة وزارة الصحة، لأنه الوقت اليوم هو وقت الوحدة الوطنية، ليس وقت المناكفات، ليس وقت تسجيل النقاط، ليس وقت نفش الأمور السابقة، وليس الموضوع الأساس من يتحمل مسؤولية كيف ومتى وإلى أين. نحن اليوم أمام استحقاق داهم إنساني ليس فقط وطني. المهم أن تتكامل وتتضافر كل الجهود، كل الجهود دون استثناء، كل في موقعه الحزبي والسياسي والوطني والديني والأخلاقي والمدني، كل واحد في موقعه يجب أن يكون متجرد ومتجرد لهذه المهمة، وأن نخرج جميعا من كل الحسابات الفئوية السياسية الضيقة، لأنه الوطن في خطر، الإسرائيلية في خطر، ونحن في لبنان نعاني يمكن مشاكل أكثر من بقية الدول لأننا نواجه هذا الوباء ونحن في ضائق أو أفلاس اقتصادي مالي ضخم. نعم، طبعا نحن كنا عم نسأل عن الإجراءات اللي قام فيها حزب الله وأخذنا بعض المعلومات من دكتور علي، ومنحب ناخذ بعض المعلومات منكم. يعني مثلا في فنادق تم حجزها لحتى يكون فيها حجر، في بحمدون على يعني أنا حدي فيه معلومات، في مساعدات غذائية، في غيرها. إذا فينا نعمل أبديت يعني وين صرتوا تحديدا، وبعد شوي رح نشوف التيار الوطني الحر ومساهماته وشو عم يعمل كمان. لكون دقيق وصريح معي، هناك توجيهات من رئيس الحزب وإصرار أن لا نمنن أهلنا ووطننا وناسنا بكل ما نقوم به، وليست هنا موضوع سباق ومقارنة. حزب الله له إمكاناته وهيئاته وجمعياته ومستشفياته، يمكن نحن مش بهذا الحجم، ولكن على قدر حجمنا وإمكانياتنا ومسؤولياتنا لن نتوانى عن تقديم أي جهد في مناطق الجبل وخارج الجبل، وقمنا بهذه المهمة وسنستمر. ولست في وارد اليوم أن أفرد ما نقوم به، فقط أقول نحن، وأعود وأؤكد، وهون مناسبة نشكر معالي وزير الصحة لما يبديه من اهتمام بوضعنا الصحي، مستشفى سبتين الحكومي، التكامل مع بقية المستشفيات في المنطقة في حال اضطرينا للطوارئ. ومناسبة أيضا لأقول نتكامل مع اتحادات البلديات، مع بلديات الجبل جميعا، وهناك أيضا مبادرات تفضلتي عنها لموضوع الحجر الصحي. هون يعني في نقطة خليني بس أكون واضح فيها، أكيد عندنا مشكلة بهذا الموضوع، وقد تكون هذه إحدى المآخذ خليني أكون صريح، على ضعف إجراءات الحكومة أحيانا، لأنه هذه المسائل لا تحل بالتوافق والتراضي، بدها سلطة رادعة أكثر. لأنه لكون أعطيكي مثل، نحن
نتعرض لنوع من الهروب بعض من مسؤولياتهم، نتعرض احيانا للابتزاز. اذا كنت عم تقصدي مراكز حجر الصحي، اخذنا معك مركزين، هودي المركزين لنكون صريح امام اهلي جميعا، هودي المركزين ليسوا حكرا على اي بلده في الاقليم او الشوف، هودي المركزين لكل مصاب في اي بلده بالاقليم، بل اول شيء بالنعمه بالدمور ببرجة بشحيم بالزروريه بالمطلي بمزرعه الدهر. يعني بتمنى على اهلي جميعا بالشوف الاقليم ان لا نحدد وان لا نفند ولا ان نتقاسم احيانا هذه المسائل. الازمه ازمه كبيره، مستشفى سبدين الحكومه لا سمح الله ستحتضن كل اهل الاقليم والشوف عند الضروره. نعم. مراكز حجر الصحي ملائمة. انقطع الاتصال. خلينا نستكمل. طبعا شكرا كثير منيح. انا معك بعدني. تفضل دكتور، تفضل. فبتمنى على كل الاهل كل البلديات اي مركز حجر صحي هو ليس حكرا على احد. الان اهلنا ببرجة مصابين كلنا معهم، بكره اي ضيعه ثانيه مصابه كلنا معه، كل مركز حجر صحي، كل هبه، كل مساعده هي موجهه لمن هو بحاجه. خليني اسمحي لي اقول لك كلمه ثانيه اخيره. تفضل. موجهه لاصحاب المنتجعات وبعض الفنادق اللي عم يتهربوا من المسؤوليه. سياتي اليوم ويوم قريب سنضع يدنا بالقوه على هذه المؤسسات، اذا احتاجوا اهلنا لذلك سنضع يدنا بالقوه على هذه المؤسسات، واللي هلا عم يعرض عليهم بالايجار او بالبدل المادي سيكون بالقوه ومجانا. وأقول هذا الكلام بكل مسؤوليه لانه للاسف الكثير يتهرب، وكانه عم نكرر مشكله النفايات. بدي شيل النفايات بس مش عندي، بدي عاجل كورونا بس مش عندي. هذا مؤسف. بس مش عندي للاسف. هيدي بتعكس في بعض الاحيان غياب الحس الوطني وحس الانتماء وحياه الحس الانساني. فبتمنى انا على الجميع ما نفوت بالتفاصيل، كل مركز حجر صحي، كل مستشفى هي لكل الناس، كل المرضى، كل المحتاجين، كل المطلوب عزلهم، لانه اذا ما حجرنا وعزلنا، وقال لك تجربته خير علي بيعرف، اهم شيء هون، اهم شيء مش تعالجي، المريض بتعالجيه بالمستشفى، اهم شيء تستبق المرض، العزل، انتشار المرض، وهيدي الاجراءات كثير متعبه، اجراءات كثير متعبه. اجراءات بدها تنظيم، بدها متابعه، وبدها تكامل كل الاجهزه. نحن اليوم عم نحاول قدر الامكان ان نكون يد واحده مع كل الاحزاب السياسيه، مع كل القوى الموجوده بغض النظر على اي انتماء، مع كل الهيئات المدنيه، مع القوى البلديه. هذا توجيه ولي الجملات، هذا توجيه الحزب الاشتراكي. الازمه اكبر من الجميع. اكيد. ما حدا يعاند. دكتور بلال، ما بعرف اذا فينا نحكي، ما بعرف اذا عند يعني الإمكانية إنه نحكي إذا في إصابات عدد معين في المناطق التي تعلمون فيها. عندنا 12 إصابة بالمرجع، 12 إصابة. نعم. قيد المتابعة. عندنا لجنة خلية أزمة بالبلدية الموجهة لتحية تعمل بمهنية وحرفية، أكيد بإمكانيات متواضعة، ولكن مستشفى سبيل الحكومة نجهز كمان بإمكانيات متواضعة. اعطينا دعم مادي مشكور وليد جملات، تبرع العديد من فعاليات المنطقه وهيئاتها وبلدياتها لهذه المستشفى، وحتى بعض الجاليه من الخارج. وبنفس الامر بدات التبرعات لنا ومساهمه تيمور جملات في مراكز حجر الصحي، وسنستمر ولن نبخل جهدا في سبيل حمايه اهلنا من انتشار هذا الوباء. نعم طبعا، كان في تبرع لمستشفى رفيق الحريري، وكان في تبرع للصليب الاحمر، وكثير ناس يعني بيسالوا من باب الاهتمام انه مهم تكون وصلت هذه التبرعات بنهايه المطاف لمكانها الصحيح وباسرع ما يمكن. أكيد بسبب هذه الازمه. مستشفى رفيق الحريري، مستشفى رفيق الحريري طبعا كل الوطن، والصليب الاحمر اللبناني يعمل لكل الوطن.
نعم، خلينا نسألك يعني آخر سؤال، إذا بتحب تحكي عن التعيينات الموجودة، موقف الحزب التقدم الاشتراكي شو هو؟ يعني عم نشوف كتير قوى سياسية اليوم عم بتهدد بالانسحاب من الحكومة أو رفع خلينا نقول الغطاء بمكان ما، لكن موقفكم مش مبين بعد، أنتوا وين بهيدا الموقف؟ لا واضح، موقفنا واضح. شو؟ موقفنا واضح. مع ولا أنتوا أصلا بتعتبروا أنه ما إلكم وزراء في الحكومة رغم أنه بينحكى أنه فيه؟ مبروك المناصب والمراكز على من يحاصر. نحن فقط يشغل بالنا لقمة عيش الناس، أن لا تجوع الناس والا تمرض الناس، هذه اولويتنا اليوم، ما عندنا مشكله. لا نريد احد. فليعير من يعير، واذا شايفين ان الوقت المناسب للمحاصصه والتناقش هذه المحاصصه ونشر الرساله يعطيهم العافيه. هذه احدى نقاط الضعف اللي اعطتهم من الخارج، عم بين انه بعض المسؤولين يعيشون في زمن اخر. بهمهم يثبتوا مراكزهم ووقوعهم بالدوله بنفس الوقت اللي الناس ما بتعمل هالشيء. بس في منهم اصدقاء لكم يعني. مع كل اصدقائنا، برجع بقول لك نحن بزمن نعتبر بجميع الاصدقاء. ما عندنا اعداء داخل البلد. عدونا الوحيد اسرائيل وكورونا والجوع. هودي اعداء. نعم. شكرا دكتور بلال عبد الله عن الحزب التقدم الاشتراكي، عضو كتله اللقاء الديمقراطي، شكرا. خلينا نرجع. عندك تعليق؟ نعم. الكورونا واضح انه وحدت بطريقه كبيره اصلا، انه الدكتور بلال يعني وفي حزم ايضا بتعاطيهم. زملاء عم نتابع سويا من فتره، من اكثر من سنتين صرنا تقريبا كل اسبوع بنعمل جلسه صحه ليبيه، ولا نهار كان عندنا مواقف مغايره لبعضها انا وياه بموضوع الصحي. أكيد بالموضوع السياسي في بعض، طبعا مش متفقين على كل شيء، بس كمان مش متفقين على شيء كثير، مش مختلفين على شيء كثير. طيب، في أسئلة توجه لكم، ما بعرف، أنا حسب معلوماتي أنه حضرتك يعني ملم كثير بموضوع وملف وزارة الصحة، مش بس من هلأ، حتى من أيام الوزير جبك، وأنت أصلا باللجنة النيابية الصحية كطبيب يعني فترة طويلة يعني. طيب، أنا الأسبوع الماضي كان ضيف الوزير جبك وتحدثنا عن القرض الذي يتعلق بصندوق النقد الدولي، وكان في من بعد هيدي الحلقة نعمل خلينا نعتبر فيديوهات انتقاد ومقارنة لكلام الوزير جميل جبك وكلام الوزير الحالي حمد حسن على قناة الميادين، أنه على قناة الميادين قال الوزير حمد حسن شيء وعلى الاو تي في حكى جميل جبك شيء اخر، بما يتعلق بالقرض 150 مليون دولار يلي تحدث عنه غسان حسباني في احد البرامج. طيب، حزب الله يلي تغير ولا وصار عنده هيدي الليونه، ولا البنك الدولي اليوم يتعاطى بليونه، وليش الوزيرين عم يحكوا شيء مختلف؟ هلا بعتقد ان فهم الكلام، أنا مش هحكي بدبلوماسية هلأ، عم بحكي الحقيقة. أحكي الحقيقة، ما هي بدبلوماسية فيها تكون حقيقة. لا، أنا قصدي يعني ما بدي أدور مثل ما بقول. لا، بس بنحكي بدبلوماسية حقيقة. القرض أقر بال 2018 وقت اللي كان معالي دولة الرئيس غسان حسباني وزير الصحة. نعم. نعم. وأنا أشهد خلال فترة إدارته لوزارة الصحة كنا تعاون فعلاً على مستوى عالي. يعني كنا حاطين السياسي على جنب والموضوع الصحي على جنب بجانب، وكانت علاقتنا خصوصا اخر سنه يعني من فتره ولايته جيده جدا. زيارات، انا كنت اعمل كوني عضو لجنه صحه، كنت اعمل باستمرار زياره عند معالي الوزير دولة الرئيس، وبقول لك كان في تنسيق كثير منيح وحققنا بعض النتائج على الارض يعني للناس. للناس او لمستشفيات. وما كان في اي ولا مره حصل اي اشتباك صح حتى نقول، لكن بالمجلس، لا بالمجلس باللجان يعني، ولا بالهيئة العامة ولا بالوزارة. بس لأنه ما بدي أقطعك، لأنه حزب الله متهم بأنه بسببه في عنا مشكل بعدم تطوير القطاع الصحي، يعني بسبب وزيره الذي كان يمثل في ذلك الوقت اللي ما أخذ هذه الهبات أو هذه القروض. نحن اليوم كان ممكن نكون بوضع صحي أفضل، استشفائي أفضل، ولكن جميل جبك راعى ظروف حزب الله. هذا كنت عم بقول انه شو عمل الوزير حسباني. اصلا ظروف البلد كلها سوا يعني، حتى اجى القرض اصلا مالية الدوله كانت لا تسمح. انا مش عم دافع عن الوزير حسباني،
يعني حتى ما نقول انه عم نجي. انا عم اقول كنت مدينة الدوله لا تسمح بتطوير خصوصا المستشفيات الحكوميه. يعني اليوم نحن وصلنا لهالمشكله هيدي الصحيب لبنان هي الكورونا، لقينا انه نعم المستشفيات الحكوميه تعاني من عجز ومشاكل كثيره بدها تطوير. وكانت خطه الوزير حسبان انه يطورها، ولكن ما كان في اموال حتى واحد ينصف. اجى القرض، القرض انتهت الولايات الرئيس دولة الرئيس، واجا دكتور جبا مع الوزير دكتور جبا اجا على وزارة الصحة وبلشنا نشتغل بالقرض، وراح على اللجان وراح على لجنة الصحة دكتور بيعرف، وبعدين حطينا كثير من يعني ناقشناه اكثر من مرة، لانه هذا القرض كان مقسم لقسمين، قسم للرعاية الصحية الأولية اللي هن المستوصفات والمراكز الطبية، وقسم للمستشفيات وتطويرها. وقت اللي وصلنا وخلت رحت لوزارة الماضية كان في شروط من البنك الدولي على وزارة الصحة أو على لبنان حتى من وزارة الصحة، بأنه هاي الشروط يجب أن تطبق وإلا ما من نحن نعطي من سير المصاري. القرض أقر ولكن لم يطبق ولم تسيل الأموال لأنه كان في شروط. شروط قال عندك، أنا كنت عم بحضر للدكتور جبا وسمع وقت اللي حكيك يعني جاوب بالتفصيل، جاوب بالتفصيل وأسهب في جوابه. هلأ كمان الفترة كانت قصيرة لحتى تنحل هالمشكلة، الفترة كانت قصيرة يعني ما ظلت الوزارة سي سنة تقريبا. نعم. بين أخذ ورد ومفاوضات وروحة ومجي، بتعرفي عادة المجتمع الدولي وقت بده يعمل مساعدات او اي قرض بده يروح ويجي، لو كنت متفقه انت والمانح متفقه 100% بده تاخذ ثلاثه عجن مثل ما بيقولوا سنه وسنتين. فراح الوزير جابا، اجى الوزير حمد حسن، اجت الازمه كان قبل الكورونا ولا بعد الكورونا الازمه الاقتصاديه، فبعض الشروط التي كانت اللي كان حاططها البنك الدولي خفف منها. لماذا؟ هلا خفف منها، هل لانه كان يعتبر انه جميل جبك يمثل حزب الله مباشره، انما حمد حسن هو في حكومه؟ لا 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 دكتور جميل مش واضحه هويته اذا كان هو عضو في حزب الله ولا لا، وحتى الدكتور جميل جبك ما انه عضو في حزب الله وطلع بس سماه. وكان في انتقاد على الدكتور جميل انه هو كان اكثر لكل لبنان اكثر من حزب الله يعني. لا انا سالته هذا السؤال لانه كان عنده خدمات كثير يعني للقوات ولغير القوات، يعني انا بعرف وانا اوقات كنت تنقرني يعني خي بدنا هون بدنا هون، يقول لي خلينا نكفي هون، يعني انا بعرف فيت مثل ما بقولوا بكثير فلا لا لا ابدا ابدا ولا مره، حتى ولا مره حدا قال لانه جميل جاب بحزب الله ما اعطيناه يوما. عم بحكي يوما. هلا تغيرت الظروف، تغيرت الظروف. هلا شو اللي غيرهم؟ شو انا ما بدي جاوب عنهم لانه فعلا ما بعرف، بس بعرف انه وقت اجى ممثل البنك هلا البنك الدولي اجى لهون وقعد مع الوزير الجديد مع معالي الدكتور نقول معالي ما فينا المعالي معالي الدكتور حمد شوي، قال له في شروط، طلع شروط مقبوله جدا مقبوله جدا، ويمكن انه لبنان كدوله كسياده دوله وكوزاره صحه انه تقبلها. قال له اوكي مشينا فيها، وتسيت المصاري وأول 3 مليون دولار تسيلوا، وبلشوا هلأ يشتروا بعض الأجهزة الطبية من القرض هذا. يعني أنا خليني أقول مش لأنه حتى خلص، طالما الموضوع مشي والهدف أنه نحن نجيب هالمصريات اللي بأمس الحاجة لهم بهالوقت هيدا، خلطوا الصفحة انه والله لانه الوزير حسباني ولا الوزير، يعني حتى اللي حكي من حزب الله مش من ما بعتقد حدا حكي من حدا يعني لا وزير ولا حدا ولا مسؤول بالحزب الله يعني حكي بطريقه هيدي او هاجم الوزير حسباني. يمكن تعرفي هلا الواتساب في مشكله كبيره بالواتساب والتواصل الاجتماعي، هلا لازم نقول التباعد الاجتماعي، في مشكلة كبيرة. أنا ما طلع موقف رسمي من حزب الله ضد الوزير حسباني هذا الموضوع. فخلينا نطوي الصفحة ونقول هلا كيف بدنا هالمصريات اللي جبناهم، كيف بدنا نأمن اليوم في مصاري ولكن مش موجودة المعدات والأجهزة الطبية بدول المنشأ. هذا السؤال اليوم. خلينا نشتغل وكيف بدنا نجيبهم مصريات تتأمنوا، بس كيف بدنا نجيب هالمعدات الطبية أمام هذا الوحش اللي جاي اسمه كورونا.
بدي بس شوي بهذه النقطة، إنه المشكلة أكثر من أزمة الكورونا فقط، في مشكلة عند لما بنحكي مع حزب الله أو الفكرة السائدة إنه هو يرفض التعاطي الأممي مع أي مؤسسة أممية بمكان ما، إنه صندوق النقد الدولي وغيره، ويؤخذ على كلام الشيخ نعيم قاسم دائما إنه نحن كنا نرفض بموضوع المصارف وبموضوع القروض وإنه إعادة هيكلة الدين، هذا الملف اللي مفتوح كلياته. أزمة لبنان المالية نحن ما بنقبل شروط. الفكرة السائدة على حزب الله إنه نحن أي تعاون معهم هو خضوع، وهيدا الشيء عم يعتبروه خصومكم السياسيين أنه كمان ظلم بمكان ما، أنه عم تحرموا اللبنانيين فرصة إنقاذ. ما بعتقد في أي لبناني بيقبل أنه سيادته واحد، سيادته أول شيء، سيادته تاني شيء، أنه دولته تصير تابعة 100% لهذا الفريق الخارجي أو الأجنبي أو لذاك الفريق. ما بعتقد أي مواطن لا كان مسؤول، كان رئيس، ولا كان وزير، ولا كان أي مواطن عادي بيقبل بهالشيء. نحن عنا شفنا الشروط اللي بده يجي صندوق النقد الدولي وبده يعطيها للبنان، بده يفرضها على لبنان. هل هذه الشروط قابلة للتطبيق؟ إذا قابلة للتطبيق وتحفظ لك، تحفظ مؤسساتك وتحفظ دولتك وتحفظ المواطن وتحفظ الإنسان بلبنان، ليش لا؟ ما حدا كان رافض الفكره 100% هيك نقول له احنا رافضينها. اما اذا هذه الشروط بدها تخلي لبنان خاضع ويباع لهذا الاجنبي مما كان يكون هالاجنبي، ما حنقبل. فما ناخذ الامور هيك مثل ما خلاص يا ايه يا لا، مثل المعاهدات الدوليه تيك ات اور ليف ات. لا، ناخذ في شروط. يمكن هلا اذا اجى شروط وقال والله انا بدي ساعد لبنان وانا بدي كذا وما بدي منكم شيء، لا بدي قصص ولا بدي اعمل ولا بدي استولي هون ولا بدي احط ايدي هون. اليوم انا اول واحد طلبت كحزب الله، عم بحكي مش انا كشخصي، انه اليوم في مساعدات البنك الدولي او صندوق النقد الدولي بده يعطيها للدول اللي فيها نازحين، نسحين السوريين، خصوصا نسحين السوريين بأزمة الكورونا. طيب وين حضرتوا بنك صندوق النقد اليوم؟ في عنا أزمة ولا لا؟ ما نحن أصلا بأزمة، وإجت الكورونا أزمة، وفي عنا هلأ ملايين النسحين، أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان. وينه؟ أنا عم بحكي هلأ إنسانية. ليش أنا بدي إجي أوضع شروط إذا ما بتعملي هذا الشرط ما بعطيك؟ من هون نحن، من هون أكثر من هيك ما فيه. إيه نعم، نحن عطول متخوف بس متوجس يعني ما حدا بيعطيك. هو مش كاريتاس، هو دي البنك الدولي والصندوق النقد مش كاريتاس. واللي وصل هن كانوا عارفين أصلا صندوق البنك الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصلا كان عارفين الأزمة الاقتصادية وعارفين المصارف وعارفين الدولة كيف عم تمشي. أنا بدي أقول اتهام غرقونا في مكان ما. نعم غرقونا، إنه هلأ بدك تقولي لي إنه صندوق النقد الدولي ما بيعرف إنه كان الاقتصاد اللبناني عم يتدهور بالطريقة هذه. إما هني بيعرفوا الدولار هون بلبنان وينه؟ إذا أنت معك دولار بيتك بيعرفوه، حتى ما يعرفوا إنه فجأة نحن وصلنا لهالمشكلة الاقتصادية الكبيرة والمالية هذه بدون عدم معرفتهم. في أكثر من كتاب عاملينه حدا من المخابرات الأمريكية CIA وفي مسؤولين أمريكان بيقولوا كيف تسيطر الدول الأجنبية خصوصا الغربية الكبيرة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، بخلي الاقتصاد تبعها ينهار وهن بيجوا بيحطوا إيدهم. هذا شيء واقع، مش عم بحكي شيء أنا نظري. هل توافق يعني نعم أم لا؟ هل توافق أنه سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان وسبب الضغط على لبنان وهذه الخطة برمتها كي يسقط لبنان هو بسبب حزب الله ونفوذ حزب الله في لبنان؟ نحن تعودنا بالطب ما في هيك. طب في معك وقت؟ ما في بالطب. ما في بالطب. ما في على طول بالطب، ما في جواب هذا شبه هيك، لا مش هيك. بدنا نشوف. شوف المجتمع الدولي معروف كيف سياسته تجاه كل الدول، مش بس تجاه اخضاع الدول خصوصا الدول الفقيره وخصوصا الاقتصاد بيكون ضعيف. خلي امثله كثيره، كنت عم بحكي عن الكتب هودي في كتاب واحد من المخابرات بيحكي بيعطي بالتاريخ امتى والاماكن واي دوله واي رئيس اغرقوهم بالديون
اخر شيء قالوا تعالوا عنا نحن بننقذكم. طبعا ثمن الانقاذ شو كبير، يا سياده يا هيمنه يا اقتصاديه يا سياسيه يا اجتماعيه يا ثقافيه. الهيمنه بتكون اكثر من إلي اكثر من وجه. وقت بيجي هذا وبده يطبق هالسياسه هيدي علينا، اكيد نحن مش هنقبلها. ايه نعم حزب الله حيوقف في المرصاد اكيد طبعا، مش بكل شيء. ايش قلت لك انه لا او ايه؟ مش بكل شيء. الشيء اللي بيفيد لبنان نحن معه. واكبر دليل عم نشوف هلا سياسه الحكومه اليوم عملها للحكومه، يعني مستعدين للمفاوضات. شو اللي بيفيد لبنان؟ شو اللي بيفيد لبنان؟ انت يا حكومه اليوم عندك الموضوع، شو بتلاقي اليوم مفيد للبنان ومفيد لهالمواطن اللبناني اللي اقتصاده انهار؟ انت بتاخذي قرار ولكن بتاخذي بعين الاعتبار في سياده وفي هيمنه نحن ما ممكن نوافق عليها. نعم، قبل ما اخذ بريك بدي اسالك، طبعا ما في حدا كان ناطر الكورونا ولا حتى بيستنظر اي شيء من هذا النوع، ولكن هل بتعتبر انه هيدا الوضع خلى الأحزاب ينعاد تعويمها بنظر الناس؟ يعني كانت الناس ناقمة على الأحزاب، حتى حزب الله كان ينتقد ببيئته بمكان ما، حركة أمل تنتقد بمكان ما، الحزب التقدم الاشتراكي التيار الوطني الحر. إجت هيدا الأزمة وشافت الناس أنه هالأحزاب كلها مهتمة عم تركض لتساعد وتحمي أبنائها والناخبين وكل الناس اللي بيعنولن. قديش هيدا إجت رافعة لإلكن اليوم؟ شوفي أنا بدي أحكي عن حزب الله. بعتقد أقل حزب على الساحة اللبنانية تأثر هذا الموضوع وحزب الله، أو بالأحرى لم يتأثر. هلا بتقولي إف هل قاد يعني أنت يعني قلك متوثقين دائما؟ مش لسه توثقين، هذا الواقع على صح. يعني كان موضوع، شوفي أول ما بلشت قلت محل واحد يحكي عن حاله، نعم نحن عنا مشكلة كبيرة اقتصادية وصحية بدنا نتضامن، ما حلو نحكي. ولكن طالما سألتيني هيك عن الأحزاب بدي أقول إنه شو غير حزب الله من 17 تشرين لهلا؟ يعني غير بسياسته من وقت اللي بلشنا 82 لهلا بعدنا نفس السياسة، نفس التوجه، نفس العقيدة. الكام بكل شيء إيه عن خرطنا أكثر بالدولة اللبنانية، لأنه في ناسنا صارت كتير تهمشت اقتصاديا واجتماعيا، خرطنا لحتى نحسن وضع الناس. أما أنه شو تغير بعد نحن هنا؟ هل غيرنا تغير؟ مرة بيطلع مرة بينزل، مرة بيروح شمال مرة بيروح يمين، يصطفل. بس نحن في قلب وكل فخر وبكل اعتزاز وبكل هيك تواضع أنه نحن بالعكس بعد هالأزمة هيدي، قبل الأزمة بعد الأزمة، لا أعتقد نحن الأسهم بالنسبة لجمهوركم لأنه يقال. ومش بس عفوا بالنسبة لجمهورنا، بس عفوا أنا بتخزين حتى ما أروح حتى ما أقطعك لحتى ما تروح الفكرة، مش بس اليوم عارف الشعب اللبناني كله هلأ شو بدي ببعض الناس اللي شو ما عملتي خلاص بدي نقوله هذا غلط وهذا كذا هذا. ولكن أنا عم بحكي بغالبية، ولا مرة كان في إجماع على شيء بلبنان 100% ولا مرة. ولكن أنا اليوم بشوف النسب، انسي جمهورنا، نحكي ناس بعاد كانوا عن جمهورنا، اليوم نلتقى فيهم أصلا نعرف مواقفهم ونشوف كيف ردات فعلهم على ما يجري على الجرى اليوم. اللي الشيء الثمن الكبير دفعه حزب الله والمقاومة لحتى يبقى البلد، ليش عم ما بدي أحكي هلا كتير، حتى يبقى البلد ده ثمن كبير. نعم كتار دفعوا، كتار دفعوا أسمان، كتار دفعوا شهداء، اللي ما عم بقول إنه وفي ناس لحد هلا، ولكن أنا عم بقول بالأول بالأول الأخيرة، وأكيد هن في أسسوا لمقاومة وأسسوا لحتى يكون هالبلد مستقل وحافظ على سيادته وكرامته. ولكن أنا بدي أخذ الفترة الأخيرة كمان، مش بس أيام الاحتلال الإسرائيلي لهلا، بشوف إنه نعم لا دفعنا نحن كثير. يمكن هذه الفكرة اللي بدي أحكي عنها هي خلينا نعتبرها نظرية أيديولوجية بمكان ما، بتخضع للنفسيات اللي عادة المواطنين أو اللي منتمين لحزب معين، حزب جماهيري بيفكروا فيها. يعني يقال إنه حزب الله كل فترة محتاج لحرب معينة لحتى يرجع يشد أو تشعر الناس بحالة الحاجة لهذا الحزب، وإنه الرخاء بيضر بحزب الله، وهو يلي خلى الرخاء الأمني عم بحكي، هو يلي خلى هيدي فورة من بعض يعني مناطق حزب الله تصير. أما اليوم وبما أنه أعلنت حرب هيدي الكورونا وشفنا الحاجة لحزب الله بمناطقه، فأنتوا اليوم
ايضا استخدمتوا هذه الرافعه، عم بحكي شيء فلسفي سياسي ما بعرف. انت قلت يقال، مش انت عم تقولي يقال. لا، حزب الله يدعو ليلا نهارا لان لا يكون هناك لا حرب لا مع التكفيري كانت ولا مع الاسرائيلي. اكيد مش نطر ما حدا بده حرب. الله ايه عم بقول انت عم مش عم بيوبك. انا عم بقول عن انه اي حرب بتيجي هي تكون رافعه يعني مش رافعه. لا انت قلت يقال وانا عم جاوب عن اليقال مش عم جاوبك. حزب الله لا اليوم مش ناطر حتى يصير في حرب لحتى لا. انا اذا بدي احكي اليوم على صعيد اجتماعي وصحي وتربوي، مش بدي بالحرب وش بدي هلا بالمشاكل الفنيه واللي صارت خلال فتره التكفيريين او العدو الاسرائيلي. شوف شو عمل حزب الله بين مدارس، بين مؤسسات تربويه يعني، بين مؤسسات استشفائيه، بين لجنه الامداد بين اللي هي هلا اليوم 9000 عائله تستفيد منها. 9000 بس 9000 عائله يعني عم تستفيد مدارس و و و وطبيبه و و و و اوقات شيء ثاني. لا ننسى الحروب وننسى انه والله لا لا هذا شيء انا برايي اللي عم بيحكي عم يستفزنا في مكان ما انه لحتى نرد. نحن بنرد بالاعمال. واذا ملاحظه في كثير مرات عم بيصير في هجوم بالسياسي نحن مش عم نرد. نحن عم نشتغل بصراحه. واخر شيء لقينا انه ما عندنا وقت لحتى الرد، مش لانه مش شايفين اللي عم يحكي حتى نفهمه، انه نحن اخذين قرار بدنا نشتغل. اكيد حدا بده يحكي. اذا لقينا في انتقاد بناء بناخذ فيه، اذا لقينا في انتقاد يسيء مره من رد من اصل 100 ولكن بكفي شغلنا. لانه احنا هدفنا ومطلبنا الاساسي حفظ ناسنا وحفظ هالبلد، واكبر دليل اللي صار في 30 سنه الماضيه. نعم، بدي اخذ بريك وبعد البريك سنتحدث اكثر عن منطقه بعلبك، كمان نشوف شو في اصابات وشو في تجهيزات. بدنا نكون مع نائبه رئيس تيار وطني الحر السيده مارتين نجم كتيلي كمان لنحكي عن تجهيزات التيار الوطني الحر ووقفته ودعمه لاهله وناسه. بريك. عودة لبدبلوماسية مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، أهلا وسهلا من جديد. خلينا نفصل أكثر هلأ ببعض يعني التفاصيل والمعلومات عن المنطقة التي تمثلها بطبيعة الحال بعلبك، الإصابات، الإمكانات والجهوزية، وكمان في شيء دقيق الحدود السورية، يعني أنتوا موجودين في تلك المنطقة. كمان بهمنا نعرف إجراءاتكم لأنه كمان الناس عم تسأل عن حقيقة الوضع في سوريا، يعني مش كتير عنا معلومات وافية عما يجري في سوريا. هلأ بالنسبة للإصابات الحمد لله بتشوف العطول بحطوا الخارطة لون الأبيض منطقة هونيك لم تحدد ولا إصابة. في إصابة حتى أكون دقيق من منطقة بعلبك أو تنتين عايشين ببيروت ما عملون حجر ببيروت أو ثلاثة هكون دقيق ثلاثة. فالمنطقة ما في حدا، بس مش معناتها أنه اليوم بدنا العالم تروح تكزدر. وهذا فرصة هلأ من عندك هون قول بترجيكم التزم، بترجيكم عزوات وأفراح وروحة ومجي وسوبر ماركت ومشو، بترجيكم التزم. ونحن ما وصلنا لهون إلا بفضل الإجراءات. شغل كل الناس كل العالم اشتغلت، بس كمان لو ماخدين هالإجراءات هيدي كنا صرنا مثل أي دولة. ما بدي شوف هذا المشهد تبع إيطاليا وتبع إسبانيا وتبع اللي عن جد نحن بعاد عنهم، ولكن بنتيجة نحن ناس تبكي على هالمشاهد وهالمناظر اللي عم بتشوفيها. ما بدنا نوصل. فبترجاكم يا ناسنا، بترجاكم ما حدا يزعل من الثاني انه كان زيارة كان اجتماعية ولا صلاة رحم ولا بلاها هلا. بس اليوم بالضاحية كان حزب الله داعي الإعلاميين، يعني شفنا اليوم عم يعرض يعني الحضور والتأهب اللي عنده. كمان كان المشهد مش كتير إيجابي يعني حتى الناس على الطريق كانت كتير. ما أنا مش هناك عم بحكي عادية، مش هناك عم بحكي. وأنا صار لي يومين ثلاثة بعمل تويت حتى بلكي إنه عسى وعلى إنه شو واحد يعني واحد من مية يسمع أو يقشع أو يشوف أو يقرأ. رجاءً 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 يعني نقبل
رؤوسكم قد ما فينا نخفف هالاسبوع هالعشرة ايام، لان احنا عندنا هالعشرة ايام اذا قطعنا الفترة العشرة ايام اللي جايين وضلينا على نفس الوتيرة بعدد الاصابات بنكون تقريبا ان شاء الله بنكون قطعنا شيء مرحلة كبيرة بالانتشار المرض. فخلينا هالعشرة ايام ببيوتنا، مين ما يزعل يزعل ومين ما يرضى يرضى ومين ما يعني بتعرف ما رحت لعندك وما جيت لعندي، خلينا نخلص منه. وهذا بده يطلع يشتري، بيطلع العيلة كلها يطلع واحد. لا في عالم زهقت، هيدا الخطر. لا لا هذا في عالم هذا عم بتقول نحن دارين يعني نغير شوية جو ونرجع. هذا أكبر أكبر يعني أكبر، هلا بدي سميها، بدي أقول ما بدي أقول جريمة، بس أكبر خطأ بيرتكب الإنسان إذا ما عنده شيء وظهر. إذا ما عنده شيء، هلا واحد مضطر أوكي، بس إذا ما عنده شيء عن جد عن جد حرام عم بيرتكب خطأ كبير يطلع من بيته. بالتأكيد. أما على صعيد المنطقة فوق الحمد لله مثل ما حكينا ثلاث إصابات في بيروت يلتزمون الحجر في بيروت. عندنا هلأ بالمنطقة، كوني عضو باللجنة الصحية بالمنطقة، لجنة الأزمة يعني قضية الأزمة الموجودة في منطقة كمان منطقة تبع البك الهرمل اللي بيرأسها هو مسؤول المنطقة تبع حزب الله، وفي أنا عضو فيها وعلى تماس مباشر يعني مع على الأرض إنه شو عم نعمل وشو عم بيصير. في كتير هلا سمعت دكتور بلال عبد الله بيقول انه سنجبر بعض اصحاب اللي عنده اوتيلات او كذا او المرافق السياحيه انه نضع يدنا بالقوه. بتعرفي شو عنا عم نلاقي؟ هون هلا بدي اقول لدكتور عنا قد ما في طلبات انه خذوا هذا المركز وخذوا هالبنايه وخذوا هالمنتجع وخذوا هالمؤسسه اكثر ممكن تكون الحاجه. وأنا هون شيء بفتخر فيه بأهل بلبنان كله، يعني هلأ عم نشوف على صعيد لبنان، وإن شاء الله ما نوصل مثل ما قال دكتور عبد الله أنه واحد يطلب بالقوة. لا، الناس اليوم هي لحالها عم تبادر تقول خدوا. يعني اليوم إذا بدي أقول لك أنه في عنا في منطقة بعلبك الهرمل إجوا أكثر من 10-15 منشأة سياحية عرضوا خدماتهم، هودي بيستوعبوا المئات من اللي إذا بدهم حظر، مئات مش واحد مش مية مش عشرة. إذا منشآت سياحية مفترض واسعة. مستشفيات كانت مش عم تشتغل كمان عرضوا أصحابها تفضلوا هالمستشفيات كانت واقفة يعني خدوها. مراكز صحية قد ما بدك فيه، يعني هلأ نحن جهزنا 42 مركز رعاية صحية مجهزة تقريبا بخيمة قبل الفحص وللترياج. 42 مركز. نعم. بين مستشفيات غير المستشفيات الحكومية، يعني نحكي المستشفيات الخاصة، كلهم عرضوا خدماتهم وكلهم حطوا حالهم بتصرف ما بيستثني حدا يعني حتى ما أقول. هلأ في بعض عملوا شيء أحسن من شيء أكثر من حدا مزبوط حسب القدرة المالية، وفعلا يعني هني بدون مقابل أو بدون طلب لأصحاب المؤسسات هني عرضوا حالهم وعملوا كم مستشفى، فعلا عملوا شيء رائع جدا، شيء يعني بمقاييس عالمية لمعالجة الكورونا أو طبعا كل التحية يعني للأيادي البيضاء ولهذه المبادرات يعني بتعمل. نحن عندنا بالمنطقة عندنا 145 جهاز تنفس. أها جيد يعني جدا. هذا ليش عم بقول هالكلام هذا؟ لأنه اليوم الخوف هو كله شو؟ الكورونا مخوفنا إنه إذا حدا عاز جهاز تنفس ريسبيريتور بتحطي عليه، نحن عندنا 145 جهاز تنفس حاليا يعمل. إن شاء الله نحن ما بنستعمل ولا واحد منه. إن شاء الله ما بتعزوه ولكن رائع يعني. هذا وفي عندنا أكثر هلأ في الدفاع المدني تبع الهيئة الصحية تبع في تقريبا شيء بدي أقول الرقم مزبوط لحتى ما في عندنا تقريبا على صعيد لبنان كله في 100 سيارة مجهزة 100 سيارة وفي 25 سيارة فيهم ريسبيريتر. يعني كمان هذا رقم منو قليل. هلا ما بدي احكي كل الارقام، بس اهم من هذا كله في عندنا شيء اسمه عمل كول سنتر بشيء مركزي وشيء بالبحر وبجنوب اكيد نعمل، بس كل مركزي اي انسان عنده مشكلة بموضوع الكورونا بيتصل بالكول سنتر. تعممت كل الأرقام. هلأ ما عندي صراحة ما عندي إيه لأنه بدي أعطي لأنه في أكثر من رقم بيتصلوا بالكول سنتر، فيه بين طبيب بين معالج نفسي
معالج نفسي. نعم نعم، بيحكي واحد عنده حالة هلع، وفي أطباء أخصائيين وفي معالجين نفسيين بيجابوا، في أكثر من واحد تقريبا بين 40 طبيب معالج نفسي بخدمة ناسنا واحد. هذا شيء كتير مهم، لأنه بتعرفي بعد قبل شوي قلتي إنه في كتير بالحجر زهقوا، في ناس بيكتئبوا، في ناس وخصوصا الصغار، صغار يعني اللي ما راحوا على ما عمروا على المدارس ولا عم يظهروا بالليل ولا بالنهار، كمان كتير أخذنا طينهم أهمية كبيرة هؤلاء حتى نشوف وضعهم النفسي والاجتماعي. يعني بدي أقول أنا سلة كاملة متكاملة لحتى نواجه الكورونا، بسلة كاملة متكاملة، كان على الصعيد الكادر الطبي أو على الصعيد الاجتماعي أو على صعيد الصعيد الخدماتي بكل المنطقة. نعم. بالنسبة لأجهزة التنفس، في مشكلة يعني على صعيد الدولة اللبنانية إنه هيدا أكبر هاجس، وحتى بكل دول العالم. أول شيء نحن عنا بلبنان ما يكفي لحدود، هلأ أنا كنت عم بحضر يعني ريبورتاج قبل ما أجي على هيدا الحلقة، يقال إنه يمكن نوصل للألف وشوي إصابات إذا من هلأ لأيار، عم بحكي بس يعني نقلا عن هذا المصدر، واحدة من انه الامال اذا بقينا بهيدا النتيجة المنيحة طبعا وما صار عندنا الانتشار الكبير. نحن عنا بوزارة الصحة القدرة انه نستوعب هيدا العدد من المصابين اذا بقينا طبعا على هيدا الخطة وما زادت الاصابات، وكمان انتو الريسبيريترز اللي عندكم ما بعرف من وين يعني انتو مصدر هذه المعدات الطبية وامتى كنتوا حاصلين عليها، ولكن كمان بتأدي لهديك المناطق ولا منضيفة على المستشفيات الحكومية؟ أنا بدي أقول أنه اليوم إذا صار في لا سمح الله انتشار بشكل كثيف وصار بدنا نحط ناس على أجهزة التنفس، ما بتفرق لا بين حكومي ولا بين خاص، خلاص الكل صاروا حكومي، كل صاروا ملك الناس، ما بعد أقول هيدي مستشفى حكومي ولا هيدي مستشفى خاص. أما المستشفيات الحكومية اليوم تقريبا صار في 12 مستشفى جهزت، عدد الأسرة أكيد إذا بدنا نحكي كعناية فائقة مش كتير كبير، ولكن خلي كل مستشفى غير مستشفى بيروت رفيق الحريري ببيروت أنه فيها 6 أو 10 أجهزة، مع المستشفى رفيق الحريري الجامعي فينا نقول أنه صار في عنا أكثر من 200 أو 250 جهاز تنفس. هو كمان مستشفيات حكومية ستجهز، وأكيد بده يجي بعد، ناطرين هلأ أنه الدول التي تصنع هلأ من وين بده يجي أكثر من مصدر، لأنه أنتم متهمين أكثر من... هي مش تهمة لأنه أنتم بتعلموا هذا الأمر من إيران. يا ريت فيه هلأ، يا ريت فيه اليوم بينجيبوا، قريت فيه بإيران اليوم عنده مشكلة كمان يعني. لا أنتوا جايبينهم سابقا بيان. لا هاو مستشفيات ترتيبات اللي عندكم، خليني أقول هاو دي الريسبيريتر أي دولة بتعملهم يعني. وياريت إيران كانت حطتنا أكثر. يعني من إيران؟ ما في من أي هاو شركات بتجهز مستشفيات، مش يسر يعني، شركات بتجهز المستشفيات يعني. لا حتى في لبنان في مبادرات يعني، في شباب يعني عم بتحاول يعني شغلة، ياريت كانوا عطينا أكثر إذا من هونيك يعني. في أدوات طبية بتنشرها هني في شركات بلبنان، هي بجهز المستشفيات وستاندرد معين واحد لازم يلتزم فيه. اليوم نعم في هوني بشجع كمان الشباب اللبنانيين في المهندسين اللي عم يعملوا شغلات كتير حلوة وكتير مهمة يعني، كجهاز تنفس اليوم عم بيعملوا بعض الطلاب اللبنانيين أو بعض الدكاترة اللبنانيين وطلاب بالجامعة اللبنانية. وفي هوني بدي أذكر، طالما جبنا سيرة وأنا هوني بدي أخذ هيك شوي يعني، بدي يكون شوي إقليميا أحكي شوي، مناطقيا إقليميا يعني إقليم البقاع. في مهندس عنا رحنا شفنا مع معالي وزير الصحة، عامل جهاز للتعقيم بالألترا فيوليت، وبيمكن أنه يعقم بظرف 10 دقائق أو ربع ساعة أكبر غرفة تكون ملوثة. وهلأ بلش التجارب وتقريبا بده يسوى على كل بكل لبنان، وهذا مجهود شخصي وفردي غير قصة الريسبيريتر، لأنه بتعرف التعقيم مش كتير مهم. فبدي أقول نحن اليوم هالأزمة الكورونا هتخلينا هالطاقات الشبابية والطاقات العلمية اللي كانت مخبية اليوم عم تظهر، وهذا واحدة من حسنات الكورونا. في يعني في معلومات بتقول هلأ يعني وصلت أنه
تأكد إصابة رائد في الجيش اللبناني بفيروس كورونا في فوج الحدود البري الثاني مركز راس بعلبك، والفوج يبدو كله بالحجر. أنا بصراحة قبل ما أوصل لعندك على استوديو جتني هل، بس أنا بصراحة ما عندي معلومات، ما عندي معلومات. وبعدين هيدا هو الجيش، يعني قيادة الجيش هي الأولى أنه تعطي هالخبر إيه أو لا. ويمكن ما تعطي، يمكن تعطي. هلأ عند الكيان الصهيوني قالوا أنه في عندهم واحد مسؤول كبير أركان، مسؤول أركان، وفات على الحجر الصحي، يمكن على المستشفى الإعلان. عادة بالقيادات العسكرية بالكيان عندنا وعند غيرنا هن بيعلنونا، ما بعرف هلأ تأكد يعني كيف تأكد، هل هذه المعلومة أتت من قيادة الجيش؟ يعني أنا خليني أقول من أول ما بلشت الكورونا لهلأ إجا شيء 20-30 رسالة أنه تأكد فلان بعد شوي. لا حسب ما بيّن أنه مأكد قيادة الجيش. أوكي هلأ صارت قيادة الجيش هي بتحكي. أنا بدي استأذنك وناخد معنا على الهاتف أو عبر سكايب نائبة رئيس التيار الوطني الحر السيدة مارتين نجم كتيلي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، ويعطيك ألف عافية على كل ما تقومين به. شكرا لك ولضيفك كمان، لكل الناس اللي عم بيساعدوا بمواجهه الكورونا. طبعا يعني انه يكون في سيده مسؤوله بهذا طبعاً. المكان وبمعركه طبعاً. الكورونا، فهذا شيء يعني طبعاً. مهم جدا. خلينا نشوف مع السيده مارتين. التيار الوطني الحر ناشط كثيرا في هذه الايام، في محطات كثيره للتوعيه تقومون بها. نحن كل يوم بيوصلنا اخبار عن بين محاضرات، بين خلينا نقول توعية، بين مساعدات، حتى عم تحكوا عن التعليم عن بعد وعن الأطباء وكل شيء. إذا بتعملين إيجاز طبي تحديدا عن ما بدي أقول أنه إصابات معينة في مناطقكم أو ما شابه، ولكن بدنا إيجاز طبي عن الوضع الصحي في المناطق التي يعتبر تيار وطني الحر مسؤول عنه وعن ناخبينه. خليني يعني معلش ابدا بتصحيح صغير. تفضل. يمكن ميزه التيار الوطني الحر انه منتشر على كل الاراضي اللبنانيه. نعم. ونحن بنعتبر انه ال 436 اصابه يلي اعلنوا اليوم من وزاره الصحه هن اصابه من اهلنا او من ناسنا. ما عندنا نحن صراحه يعني اولا تمييز بين منطقه واخرى، وثانيا بالفعل انه موجودين بكل المحافظات وكل الأقضية. بنعتبر انه اي شخص يصاب بهذه المحافظات والأقضية يعني. نعم. بالنسبه لامكانات امكاناتكم الموجوده على الارض والتعاون مع البلديات ومع كل المناطق، نحن بنعرف انه في تداخل بكثير مناطق من كثير احزاب، كيف شايفين هذا التعاون بين التيار الوطني الحر ربما مع القوات اللبنانية مع الكتائب وغيره؟ هذا التداخل موجود بكل الأراضي اللبنانية، بلشتوا يصير في تعاون ما ولا بعد الأمور يعني كل واحد عم يشتغل بنطاقه؟ لأنه هذا مهم للوحدة اللي نحن عم نحكي فيها بهذه الحلقة. صحيح. ودور الأحزاب بمساندة الدولة. صحيح، حكيته بداية الحلقة أنه الكورونا وحد الناس يمكن حول قضية واحدة وحطوا الخلافات السياسية على جنب بمواجهة هالأزمة الكبيرة. نحن بالتيار سبقنا غيرنا بالبداية بإطلاق نشاطاتنا وخطتنا المنضمنة 10 نقاط لمواجهة الكورونا من أول بروز أول حالة بأواخر شباط، وأعلنها رسمياً بـ 14 أدار بالمؤتمر الصحفي لرئيس التيار جبران باسيل. ويمكن لأنه كنا سباقين تقدمنا شوي أكثر من غيرنا بالخطوات يلي عم نقوم فيها، وهلأ صرنا بآخر أسبوع 10 أيام عم نجرب نحسن التنسيق مع الأحزاب الأخرى، وصار مبارح لقاء تنسيقي لمناسقي هيئات الأطباء بجميع الأحزاب يلي يعني نحن دعينا كل الأحزاب. أكيد في قسم حضر، في قسم ما حضر، في قسم اعتذر، وفي قسم ما اعتذر، وكل الأحزاب أثنت على جهود التيار بهالمجال، خصوصا أنه ركزنا على عدة نقاط أساسية بتكمل العمل اللي عم تقوم فيه الحكومة، وبتشكل دعم كبير لسد الثغرات الموجودة بالقطاع العام. إذا نعم. بتحبي يعني فينا نحكي شوي بالتفصيل أكيد عن هالمبادرة. أكيد تفضلي.
نحن بالمرحلة الأولى من العمل لمواجهة الكورونا صحيح كان عندنا خطة من 10 نقاط، بس كان التركيز بالأول على بعض النقاط، والأمور الأخرى كانت أمور تحضيرية لنبلش بمرحلة تانية تنفيذ النقاط الأخرى. كنا مثل ما حضرتك ذكرتي بلشنا التعليم عن بعد، وهذه مجهود كبير قام فيه المكتب التربوي بالتيار، وقدرنا من خلاله نوصل لحد هلأ ل2200 طالب من الشهادات المتوسطة والثانوية عم يعملوا صفوف عبر الانترنت من أساتذة متطوعين، وعم يلقى هالشيء قبول كتير كبير. ونحن هلأ بالأسبوع الحالي عم نطلق المرحلة الثانية كونه حالة التعبئة الشاملة تمددت. الأمر الآخر يلي كمان ذكرتي يلي كان بالمراحل الأولى هو موضوع التوعية، نظراً لكثرة المفاهيم المغلوطة أو المعلومات المتبادلة والإشاعات اللي بتتعلق بالكورونا نفسه كفيروس وبكيفية الوقاية وانتقاله. وكمان ركزنا بهالمرحلة التوعية على كيفية التعامل مع الحجر المنزلي، لأنه بتعرفي بتأتى عن هالحجر مشاكل يمكن جسدية، صحية، نفسية، عقلية. في واجب علينا أنه نساعد الناس تعرف تتعامل مع الأطفال بهالموضوع، تعرف تلاقي طرق منتجة وإيجابية للتعامل مع الأطفال ولتسليتهم، وبنفس الوقت نحافظ على الصحة الجسدية والنفسية كان بالغذاء أو بالرياضة أو غيرها. الأمر الآخر يلي كنا كمان عم نقوم فيه من أول نهار هو حملات التعقيم، وشفته بكل المناطق اللبنانية، كان على نطاق صغير ضمن ضيعة أو بلدة لتعقيم دور العبادة أو الأماكن العامة، وبعدين كمان وقت صار في حجر منزلي وتعبئة عامة انتقلنا للتركيز على المحلات اللي بقيت فاتحة من صيدليات ومخابز و محلات سماني وغيرها. وفي الحملة الكبيرة اللي عم تصير بكل الأقضية من خلال يعني المدافع اللي بترش معقمات، مدافع بالتعبير الصحي مش الحربي، يلي هي بتقدر توصل على مساحة أبعد وطال شوارع كبيرة عادة المرشات الصغار ما بتوصلها. صرنا لهلأ عاملين 6 أقضية بنجاح كبير وبيعني قبول وحسن إذا بدك تجاوب من كل المواطنين. عن هيدا التجاوب سيدة مارتين، كيف عم بتشوفوا تجاوب يعني المواطنين أو حتى يلي عم بيقدموا المبادرات اللي كنا عم نحكي عنها نحن والدكتور علي؟ نحن عرفنا أنه الوزير السابق الياس بوصعب طبعا استأجر مستشفى، ويعني له كل التحية على هذا. التقديمات طبعاً اللي عم بتصير عندكم شو كيف شايفيتها؟ يعني قديش هيدي القابلية؟ مش عم بحكي على مساعدات غذائية، عم بحكي على مراكز الحجر الصحي، عم بحكي على أصل الموضوع والطوارئ. صحيح، نحن مثل ما ذكرت يعني التنفيذ بلش بالنطاق يلي بالنقاط يلي حكيت عنها، بس كان التحضير عم بيصير للنقاط الأخرى يلي هي أكثر يعني نحتاجها بالمراحل المتقدمة من انتشار الوباء. واحدة منها هي أماكن الحجر ومراكز العلاج، بحال لا سمح الله وصلت قدرة المستشفيات إلى الدرجة القصوى وصرنا بحاجة لأسرة أخرى بمستشفيات أخرى، أو صار لازم نعمل حجر منزلي لعدد من الناس كتير وحتى بيوتهم يمكن ما بتسمح لهم، إن كان بحجم الغرف أو عدد الغرف، وجود حمامات مستقلة أو لا، وعدم تشاركها مع العائلة منعاً للعدوى، بيرتب علينا هالشي ضرورة إيجاد أماكن للحجر. وقمنا بمجهود كبير في نوعين أو فئتين من هالأماكن. الفئة اللي تفضلت فيها ومبادرة النائب الياس بوصعب اللي أخذت صدى كتير حلو عند المواطنين، لأنه بالنتيجة أوجد مكان مجهز ما بده كتير وقت ليصير عملي أو مثل ما بيقولوا operational، وعطى خيار للناس بأنها تكون عم تاخد علاج مجاني بمستشفى من ضمن يعني المعايير الطبية اللازمة. هيدي فئة من الأبنية، ونحن كنا لقينا عم نشتغل بعد على مستشفيات أخرى وأبنية عم نضعها بتصرف وزارة الصحة ولجنة إدارة الكوارث والأزمات برئاسة الحكومة. أما الفئة الثانية هي الأماكن الحجر يلي نحن ممكن نديرها كتيار أو بنضعها بتصرف البلديات أو نتعاون فيها نحن والبلديات، وعم نتعاون كمان مع نقابة الممرضات والممرضين
لا، اولا لتحديد هالاماكن الحجر لانه في لها مواصفات معينه، بدك على القليله يعني مكونات بسيطه للعيش الكريم. اذا قعد شخص فيها يكون عنده كهرباء ومي وتلفزيون وانترنت ليقدر يقعد ال 14 يوم من دون ما يتململ او يحس بحاجه انه يخرج. واهم من هيك بدها اداره وفق بروتوكولات طبيه متوافق عليها من منظمه الصحه العالميه ونقابه الممرضات والممرضين لحتى نراعي كل شروط الوقايه لما يصير في انتشار للعدوى، ان كان من ناحيه توصيل الاكل او من ناحيه تخلص من النفايات او من ناحيه غسيل الشراشف والتنظيف او التعقيم بشكل عام. بقى هيدي الاماكن اخذنا صرنا اسبوعين ثلاثه بنجهزها وبنشتغل عليها وبنعمل مفاوضات اذا بدك مع اصحاب كان اوتيلات او منتجعات. وبالحقيقه انا هون بدي يعني حيي كل الناس يلي هن اتصلوا فينا وحطوا كل امكاناتهم، ان كان فنادق بمناطق مختلفه من لبنان او منتجعات سياحيه او ابنيه فيها شقق مفروشه او اديره او غيرها. ويمكن الحاجه رح تكون كبيره، ونحن هذا موضوع ما وقف، يعني هذا شيء مستمر لو احنا عم بتضل يعني تتعبى، وعم نقوم بواجباتنا بانه نعمل اللازم لنكشف على هالاماكن. اخيرا سيده مارتين، كيف يعني تعلقين على قرار الحكومه اللبنانيه تخصص 400 الف ليره للاسر، يعني للناس اللي فقدت شغلها او يلي ما عم تشتغل من الاساس في هذه الازمه، شو رايك؟ اولا كمان من النقاط يلي ضمنتها خطتنا هي موضوع المساعده في مواجهه الازمه الاقتصاديه. مثل ما بتعرفي الازمه الاقتصاديه مبلشه كثير قبل الكورونا، وكان في يعني كل الاحزاب والتيارات السياسيه والحكومه اللبنانيه كانت عم بتفكر وتوضع خطط وتساعد على قدر امكاناتنا. نحن من الاحزاب يلي او التيارات السياسيه اللي امكاناتهم محدوده، ومنتكل كثير على المحبين واصدقاء التيار بالانتشار وبلبنان ليساعدونا ويدعمونا لنقدر من خلالهم ندعم المواطن اللبناني. وكان عندنا عده خطوات بموضوع مواجهه الازمه الاقتصاديه، من تشجيع الزراعه والعمل على تشجيع الصناعه المحليه وغيرها. بس هلا بزمن الكورونا الأولويات كمان تشقلبت شوي، صار في الأولوية الصحية والاجتماعية ومع الأولوية الاقتصادية، لأنه حتى الناس يلي كانوا يعانوا من فقر أو من قلة مدخول قبل أزمة الكورونا أو تفاقم وضعهم أو زاد عددهم بسبب عدم تمكنهم من الخروج لكسب لقمة العيش. بس على سيرة الانتشار، ما بدي أقاطعك، على سيرة الانتشار بلشوا يتواصلوا معكم يعني بعض اللبنانيين من اغتراب، طبعا بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كيف شايفة هيدا النشاط طبعا والآلية اللي بدها تصير والتواصل معكم كيف عم بيكون؟ نحن قطاع الانتشار بالتيار هو أصلاً ناشط وفاعل بكل دول العالم، وكانوا من الأول أوائل والسباقين بإرسال الأموال، وخاصة حولوا أموال للبلاد يلي اشترينا منها مستلزمات طبية ومعدات وقاية ولباس الوقاية وغيرها، تحضيراً للعيادات النقالة يلي هي بدها تعمل فحوصات مخبرية سريعة بالمناطق النائية لتدعم يلي عم بيصير بالمراكز المستشفيات الحكومية. بالإضافة لأنه هني عم بيساعدوا كتير بكمان إرسال أموال وتبرعات، إن كان أوقات عينية العلاقة بالأدوية والأغذية وغيرها. وعندهم مهمة جديدة زادت عليهم هالأسبوع، هي إحصاء المنتشرين يلي حابين يرجعوا على لبنان، وحثهم على التسجيل مع وزارة الخارجية وفق الآلية المعتمدة بالحكومة. لهالسبب يعني في عندهم مسؤوليات كثيرة، ونحن عم نتساعد نحن وياهم لتأمين أولا المساعدات للبنان، وثانيا لمساعدة المنتشرين يلي بعض منهم عم بيعاني من مشاكل أو خلصت فيستو أو ما عنده بقى أموال يكفي إقامته أو بده يجرب يلاقي طريقة يرجع بالآلية اللي وضعتها الحكومة. نعم، نائب رئيس التيار. أحكي شوي. تفضلي. بس بدي أحكي شوي على موضوع المساعدات الغذائية، لأنه بتعرفي يمكن هذا الشيء منه كتير ثقافة معتمدة بالتيار، مش معودين كتير نحن
يمكن مثل غير الاحزاب او جمعيات. لا هلا بتكتسبوا خبره يعني على طريقه حزب الله وازماته. واكيد نحن يعني عم نعمل كل مجهود، وفي بالفعل بالتيار عم نسميها عونه عونيه، يعني في كثير تضامن اجتماعي وتكافل عم ببين، الناس عم تقسم اللقمه بالنص مثل ما بيقولوا. نعم. ونحن عم نعول على هالشيء، واطلقنا اليوم حمله تبرعات حتى بالمساعدات العينيه من اغذيه للاطفال او حفاضات او ماكولات او غيرها، بالاضافه للتبرعات الماديه اللي كلها رح تساعدنا نوقف حد الناس لو بامكانات بسيطه. بيبقى الشيء الاهم ضمن خطتنا واللي نحن منعول على بدءه باخر هالاسبوع او اول اسبوع الجاي بابعد حد، هو الفحص المخبري السريع للكورونا، لنقدر نوصل من خلال عياداتنا النقالة المجهزة بالأطباء والممرضات المتطوعين والمتطوعات، وضمن بروتوكولات طبية محكمة من كمان مصدقة من وزارة الصحة، وبالتعاون مع النقابات المعنية لنوصل على المناطق البعيدة، لأنه بلشنا نسمع أنه في حالة برأس بعلبك وحالة بعكار، ويمكن ما منعرف الأرقام يلي عم تصدر عن وزارة الصحة بالشكل بتطمن، بس نشوف إنه بارح واليوم في أرقام أقل من غير أيام، بس بالمضمون بتنقز وبتخوف، لأنه في إمكانية كتير إنه يكون في حالات ما عم نقدر نرصدها وما عم نقدر نعرفها، وهيدا الشيء بيكون مثل إمبلة موقوتة معقول يتفشى الوباء بمرحلة لاحقة. الاستراتيجية اللي بندعي الحكومة إنه تعتمدها، ونحن رح نكون إلى جانبها وبتصرفها، ونوضع كل إمكاناتنا من متطوعين أو الفحوصات المخبرية السريعة أو التجهيزات الأخرى، لنقدر نوصل لأبعد مواطن وأفقر مواطن. ما بيحمل حاله وبينزل على مستشفى الحريري ليعمل البي سي آر وبالكلفة يلي موجودة. لهالسبب هالاستراتيجية المتكاملة للعناية الطبية واسمها فيفر كلينيك، وهيدا يعني نموذج معتمد ومعترف فيه. نعم. عالميا لازم نأسرع وقت بيروقراطية ما تأخرنا انه نبلش فيها ونستعملها. نعم، شكرا نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي على هذا التوضيح وهذه المشاركة. شكرا. شكرا لك. في تعليق على هذه الجهوزية؟ لا بالعكس، يعني أنا بدي كنت خلال الحديث الحلقة أنه أثني على الشيء اللي عمله الوزير أبو صعب. يعني فعلا بالتأكيد المستشفى اللبناني الكندي كان واقف، سبلش بأعمال هلأ خصوصا موضوع الكورونا، هذا شيء كتير مهم، مستشفى مجهز يعني خالص ما بده كتير تجهيز، فهذه خطوة كتير 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 مهمة، وبتدعي هيك للأمل بلبنان إنه عن جد نحن بلبنان بعدنا عنا هالروح هيدي التضامن والتكافل. صحيح. على كل الأماكن وكل المناطق. بكل تأكيد. فخطبة كتير مهمة. طيب. شجع عليها ونهني عليها. طبعا الخبر اللي كنا عم نحكي عنه يعني تقريبا من 20 دقيقة هو مؤكد انه اصابة ضابط من فوج الحدود البري الثاني بفيروس كورونا، وهو يخضع للعلاج، وقد اتخذت الاجراءات الوقائية والضرورية اللازمة، والفوج مستمر باداء المهام المكلة اليه، صدر عن قيادة الجيش. نعم. طبعا لانه عندكم في تلك المنطقة يعني. شوفي نحن كنت عم تسألين على حدود السورية والمعابر، وانا بشكرك على السؤال، لانه في كتار بيفكروا انه نحن عم ما هو قصة المعابر يعني وان كذا والمعابر. اليوم في عنا مشكلة مع اللبنانيين الموجودين، مش مع حتى مع السوريين، مع اللبنانيين. تعرفي في عنا 35 قرية لبنانية موجودين خارج الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية، ولكن هودي مش معترف فيهم بسوريا كمواطنين سوريين، والدولة اللبنانية سكرنا هلأ الحدود على الأنين هونيك. يعني لا الدولة اللبنانية قادرة تأمن كل الخدمات كان صحية ولا الطبية ولا التربوية أو هلأ الغذائية، ولا الدولة السورية عم تعتبرون هودي مواطنين سوريين عم تعطيهم نفس الحقوق تبع مواطن سوري. ليش أقول هالكلام هذا؟ أقول لأنه اليوم الجيش اللبناني سكر تقريبا، ومشكور هذا وظيفته، كل المعابر، حتى المواطن العادي بده يروح على اجر على يعني مش بالسياره او بكمون بده يجي من هالارض من هالضيعه هيدي على لبنان عملي صعوبه، وشفناهم ما بعرف حطوا
اثنين ثلاثه ريبورتاجات وعم يشكوا كثير وعم يطالبونا كل يوم بيجينا اكثر من رساله انه شو بدنا نعمل. فهذا اللي بدل انه المعابر اقفلت حتى امام المواطن. هلا بتقولي لي في حدا بهالوعر بهالجبل هرب تهرب حدا؟ ممكن تصير هذه بكل دول العالم، اما المعابر كانوا يحكوا عنها هذه كلها اقفلت. هذا شيء كتير منيح لانه بالنتيجه انت عم تحافظي، يعني اي واحد بيجي ومش عارفه مش عملت له فحص او عنده شيء. هذا الموضوع شائك جدا سعادتك، خصوصا يعني موضوع المعابر والتهريب وهذه الامور، وحتى يعني الزيارات من عناصر حزب الله لسوريا هذا موضوع كتير شائك، لكن بزمن الكورونا قديش نحن فينا نضبط هذه الامور بالتضافر مع كل الجهود. شو انت عم تخليني اقاطعك؟ كل الشباب اللي عم بيروحوا او اللي عم يجوا أكثر ناس مراقبين هودي صحية، يعني ممكن أنا ما أعمل فحص بس هني كلهم عندهم فحصات. تحدث السيد نصر الله عن هذا، يعني هذا الموضوع موضوع خيطة. اهتمام شديد بهذا الموضوع اللي عم بيروح واللي عم يجي، لأنه اللي بيروح بتعرفي لهونيك وبتعرفي مع مين عم يتعاطى بالتأكيد. فلكن كل الإجراءات المطلوبة الصحية المطلوبة عم تنعمل ضرب 10 عن هون. ممتاز. واللي عم بيجي عم يكون في عنده فحص، وهذا شيء اكيد 100%. طيب اليوم نحن بزمن الكورونا والاجراءات الحكوميه اللي عم تتخذ، اللي عم بشوفها اغلب الشعب اللبناني انه نحن وصلنا لنتيجه مقبوله جراء هذه الجهود. طيب بالمقابل في تصويب على الحكومه وكانه بكره راح يسقطوها، يعني القوى السياسيه اليوم ومنا حلفاء لكم كل حدا بده شيء يتعلق بالتعيينات عم بحط شروطه اليوم، وحتى بموضوع الشرط اللي وضعه الرئيس بري بموضوع المغتربين ايضا. طيب نحن هلا بزمن الكورونا الناس عم تقلق عم بتخاف، مش بس القصه زمان ومكان، قصه سياسيا يعني صرنا بدنا نسال باقي الحكومه ولا لا؟ لا ان شاء الله باقي. يعني اول شيء كان في حكي عن المغتربين والحكومه، يعني اذا ما صار بصير. بس خلينا نوضح نقطه هون. تفضل. وقت اللي بنحكي علم كل الناس توقف أمام هذا العلم بتقول إيه مزبوط. نحكي علم الحكومة اليوم وقت أخذت قرار أنه بخمس الشهر يبلشوا المغتربين أو الجاليات اللبنانية البرة يجوا، ليش؟ ليش قالت بخمسة؟ ما قالت باثنين أو بسبعة أو بتسعة؟ بخمسة هذا إله دلالة. بخمس الشهر تقريبا بتكون إذا نحن قطعنا هالمرحلة هيدي بالفاز، بعدنا ما فتنا بالفاز الرابع المرحلة الرابعة، بنكون نحن فينا نقول استقر الوضع الكوروني بلبنان. الكوروني استقر. إذا إجا حدا من برا ونحن عاملين كتير احتياطات وإجراءات ما جبنا، بنكون قطعنا مسافة كبيرة وحافظنا على حالنا. اما نحن اذا كنا بعدنا بمثلا هلا 31 او 1 الشهر بعد نحن عندنا خوف كثير، انه مثل ما تفضلت مدام حكت عن انه في ناس اوقات ما بتعرفي مش معروف مش معروفين، هو نحن اكثر شيء شغلنا بالنا. انه انا في شغلتين شغلين بالي اليوم موضوع الكورونا، موضوع اذا في مختبر عم بخبي، وهي نقطه كثير كثير اساسيه، لانه اذا مختبر خبى عن واحد نتيجة إيجابية وهذا اللي طلع عنده نتيجة إيجابية راح وصار يبرم هالبلد ويعدي غيره، إيه بدنا هلا أنا عم بدي ناشد كل المختبرات إنه رجع. أكيد مع الوزير حكي معهم مرة واثنين وثلاثة وجهلهم، يعني حكي كان في عنده مؤتمر صحفي اليوم اشترك وبارح وقبله. فالبدي أقوله اليوم ما حدا يقول، لأنه التتبع أهم شيء، التتبع يعني تعمل تريسينج للمريض، يعني وين بده راح. بس معقول يكون في مختبرات عم بتخبي نتائج لناس؟ يعني طبعا هن من الكادر الطبي يعني بيقدروا ياخذوا على مسؤوليتهم هيك نوع من التجاوز. للاسف يعني الكان المختبر هون بيكون عليه ملامة كبيرة، والكان صاحب العلاقة كمان في ملامة كبيرة. هلأ إن شاء الله هودي قطعناها المرحلة، إنه ما بعتقد بعد في مختبر بده يخبي. اثنين اللي بنخاف منه إنه كمان إنه إذا إجا حدا من اللي صار في عنده، بس هذا كمان بتكون نسبة كتير قليلة، صار في عنده كان عنده بوزيتيف تيست وهلأ صار نيجاتيف، ما يترك حاله يقول خلاص انا صرت نيجاتيف وروح،
يضل محافظ انه 10 ايام زياده اذا ما صار في اي عارض، لو عاد الفحص مره ثالثه بعد اسبوعين معلش، ويضل عامل شويه يعني احتياطات بالروحه والمشي، بس هو شغلتين. اما انا سكرت الحدود اليوم البريه والجويه والمطار، والبدون يجوا عامل لهم تيست مزبوط واحتياطات مزبوطه، بعتقد ما بعد في عندنا حكومه. الحكومه خلال هالفترة تصويب هلا حاليا، هل يجوز هذا؟ انا بدي اقول انه الشغل اللي عملته الحكومة 24 فينا نأجل تعيين ال خلينا نقول انه شوفوا الناحية، شوف الشيء الايجابي بهالحكومة، يا لبنانيين يا كل العالم عم نحكي، اللي كانوا احزاب واللي كانوا طوائف واللي كانوا مجتمع مدني، شوفوا هلا شو هالأزمة الكبيرة اللي نحن عايشين فيها، واحكموا وطلعوا بقرارات وطلعوا بمواقف. نحن اليوم لبنان ما بيقدر يتحمل، أكبر دول سقطت أمام الكورونا. اليوم نحن بالمرتبة كتير مهمة عالميا بمكافحة الكورونا كدولة لبنانية، ما تخلوا هالمرتبة هيدي تقشط لتحت ونصير بأسفل الناس. هذا ما إجا من بلاش من فراغ، هذا الشغل انعمل صدقوني ما إجا، في جهد، وهون ما في حدا اشتغل إلا ما بدي أقول له أقدم له التحية، لأنه كنا نحن رايحين على كارثة، على كارثة، والمشاهد اللي شفناها قدامنا يعني ما عم بحكي شيء نظري. فما تخلوا، أنا عم ناشد كل العالم اللي معه حق واللي ما معه حق، اللي إله حق واللي ما إله حق، أنه هلأ الوقت مش لأنه نبلش نحكي بحكومة وما بعرف شو وتصويب على الحكومة، لأنه الحكومة اشتغلت وعم تشتغل، عم تشتغل اللجان تبع الحكومية، عم تشتغل الوزراء، عم يشتغلوا رئيس الحكومة الله يعطيه العافية كمان عم يشتغل، و 24 على 24. طيب يعني أنا قربت خلص حلقتي، بس يعني السؤال الذي يطرح عند كل لبناني أنه بعدين عفوا في خطة للحكومة بعد ما طلعت، بس صرنا يعني هلا العالم مش هو اللي بالحكومة، هن بالرغم من هذا الشيء عم يشتغلوا على الخطة الحكومية. مش على أساس كانت هذه الحكومة حكومة تكنوقراط ولا يعني لا تمثل السياسيين، كيف اليوم صار في نفوذ لهؤلاء السياسيين وكل واحد عم بيقول أنا بدي أسحب وزيرة؟ هلا أنا عم بحكي من ناحيتنا، ما سمعت الشيء. انتوا ما عندكم حدا؟ نحن كل وزير بهالحكومه نعتبره هو وزير. لا نحن عم نطرح تساؤل، وزير لكل لبنان، كيف صار الكل لهم وزراء؟ ويشتغل بهالعقليه هيدي وبهالمنجهيه هيدي. معلش الاحراج، معلش نحن محرجين. خلينا نبعد عن هدي هلا المهدرات، لانه عن جد بعتقد انا ما بيصير شيء سيء، كل شيء حيكون منيح. اخيرا في تبرعات عم توصل لوزاره الصحه مباشره؟ ايه، وزاره الصحه اذا مستشفى حكومي عم ينبعث هلا، صار في بتعرف المادة 32 تبع البلدية كمان تغيرت شوي هلا من 2020. وزارة الصحة بتتلقى تبرعات ولكن بتجي على الوزارة، يعني حساب الوزارة، أو إذا حدا بده لمستشفى حكومي مباشرة بيقدر طبعا بالاتفاق مع موافقة الوزير، بده كلام الوزير ودغري عم بوافق الوزير على التبرع للمستشفى الحكومي. انتهت حلقتنا سعادة النائب الدكتور علي. بسرعة شكرا لوجودك معنا، أغنيتها كثيرا وفي كثير معلومات استفدنا منها. شكرا لك. شكرا لك. وهنا بدي أشكر كل واحد، أنا وقت حكيت عن المطار في جهازك تبع أمن المطار مشكرته، لأنه قلت ما وأكثر نشكره يستحقه. وفي كل واحد صليب الأحمر اللي عم نسق تقريبا يوميا أكثر من اتصال نحن وياهم بموضوع النقل والأخذ المرضى ومتابعة المرضى، كمان بدي أشكرهم لأنه عم بيعملوا جهد كبير. وأكيد وأكيد لكل واحد مستشفى الحكومي أكيد تبع مستشفى رفيق الحريري وكل المستشفيات اللي عم يشتغلوا، هن عم بيواجهوا أول يعني أول مواجهة مع المريض اللي هو المريض الكورونا، هن عم بيكونوا خط الدفاع الأول. نشكر الجميع طبعا، ونشكر الإعلام اللي فعلا بآخر، أنا على طول ما كتير بشكر الإعلام، كنت شوي بس هلا هو نصف المعركة، بس هلا بس اليوم بمعركة الكورونا فعلا انه في تغيير 180 درجة. نسينا الشغلات كثيرة، اليوم حددنا معركتنا مع هذا العدو وكنا عم. شكرا لك سعادة النائب على هذه الحلقة. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا بدبلوماسية الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.